احنا ان شاء الله النهارده هنحاول نكفر بعض المعلومات، بعض البيزك انفورميشن عن المايلين شيث، عن الفانكشن بتاعته، عن الديزيزز المرتبطه بيه. وانا طبعا نتيجه التاخير ده هنحاول ندخل دايركت على طول على الفيرست سلايد. طبعا احنا هنا عارفين كلنا ان الهيومن نيرفس سيستم طبعا one of the most complicated systems، طبعا بالتالي بيكون بالتالي بيكونترول كل الفانكشنز بتاعت جسمنا. الكنترول ده طبعا زي ما احنا شايفين هنا من السلايد، هنا طبعا شايفين ان كل الفانكشنز respiration، vision، طبعا الكيدنيز، كل السيستمز السمباثيتك والباراسمباثيتك طبعا هم بي originate من السباينال كورد، طبعا كله كنترول بالنيرفس سيستم. بالاضافه لحاجه ثانيه، مش عارف اذا كنت شفت الصوره دي قبل كده ولا لا، هي طبعا ده البرين بتاعنا. بس هو البرين ان جنرال طبعا بيتقسم لمناطق برين ارياز، وكل اريا بتبقى responsible لسبيسيفيك فانكشنز. طبعا ده مش وقته ان احنا نتكلم عن كل برين اريا وكل الفانكشن بتاعتها، بس الفكره كلها ان احنا بمنتهى البساطه والروعه طبعا ان جسمنا كله ريبريزنتد في البرين. يعني لو جينا نبص على انا مش عارف اذا كنتوا شايفين الماركينج، يعني المؤشر بتاعي، الكرسر بتاعي، وانا بحاول اشرح هنا ان الاريا اللي هي البلو دي طبعا ده الموتور كورتكس. لما لو عملنا قطاع عرضي في الموتور كورتكس بنقدر نلاحظ ان هنا الرسمه دي بيسموها اللي هي الموتور هومونكلوس. ده الهومونكلوس ده بيورينا ان كل جزء في جسمنا بيبقى ريبريزنتد على منطقه معينه من الموتور كورتكس ده. يعني معنى كده ما بحتاج احرك ايدي او احرك رجلي او احرك لساني او احرك دراعي، كل ده كل منطقه يعني في نيورون بيبقى يعني كورليتد للمنطقه للفانكشن دي. فده يورينا قد ايه طبعا ازاي فعلا ان كل فانكشن احنا بنقوم بيها في جسمنا طبعا هي كورليتد مع سبيسيفيك برين اريا وسبيسيفيك يعني بوزيشن في الكورتكس بتاع البرين. لذلك طبعا مهم جدا ان احنا نعرف طبعا الاريا، يعني الكورتكس ده بيتكون من ايه؟ بيتكون مينلي من السيل بوديز بتاعت النيورون. طبعا اللي ما يعرفش يعني ايه، او لما احنا اعتقد ان كلنا درسنا الاستراكشر بتاع النيورال سيل في الثانوي، فما اعرفش اذا كان حد لسه ما درسوش ولا لا. بس عشان كده احنا في السلايد اللي بعد كده انا حبيت ان انا اجيب يعني اكزامبل الاستراكشر بتاع النيورون. الاستراكشر بتاع النيورون وده شيء مميز جدا في النيورال سيل. كل السيلز اللي احنا كنا متعودين عليها او اللي احنا بنشوفها على طول من اول ما بدانا ندرس بيولوجي مثلا لغايه ما وصلنا ثانويه عامه بتبقى سيلز بسيطه، سيل مجرده، يعني مجرد انها بتتكون من سيل ميمبرين فيها نيوكليوس وفيها كل الاورجانلز الموجوده طبعا زي الميتوكوندريا والاندوبلازميك ريتيكولم والاذر، يعني الاذر other organs الموجودة في النورمال سيل. طبعا احنا بنتكلم على الماميليان سيل اللي هي في الهيومن او في الانيمالز يعني. طبعا لكن ايه اللي بيميز النيورال سيل؟ طبعا زي ما احنا شايفين هنا نلاحظ ان النيورال سيل طبعا هي compartmentalized. يعني ايه compartmentalized؟ يعني ان هي فيها different compartments، يعني ما هياش مجرد one entity دايره كده مثلا زي اي سيل احنا بنرسمها، لا ده هي فيها structures، فيها cell body، والcell body دوت طبعا طالع منه dendrites وبعد كده بيمتد منه اكسون، الاكسون دوت بيوصل في الاخر ينتهي باكسون تيرمينال اللي في النهايه بتعمل السينابسس. طبعا الدندرايتس والاكسون تيرمينالز الاثنين طبعا بيعملوا سينابسس. طبعا الاكسون تيرمينالز بتعمل سينابس مع النكست نيورونز، الدندرايتس بتريسيف طبعا السيجنال من البري نيورون، النيورون اللي قبلها يعني. الحاجات الثانيه طبعا هنا اللي بيميز جدا النيورون سيل، طبعا ده كان دايما معلومه اساسيه جدا، ايه اللي بيميز النيورون سيل عن اي سيلز ثانيه؟ يا ترى انا ممكن اسال اسئله وحد يرد عليا؟ الو؟ هاي يا دكتور، ممكن الاسئله في الاخر او لو حضرتك حابب يفهم. طيب اوكي الفكره ان ايه اللي بيميز النيورال سيل عن بقيه السيلز الموجوده في الجسم العاديه؟ اللي بيميزها
ان هي اكسايتبل. يعني ايه اكسايتبل؟ يعني هي ان مش مجرد ان الاين شانلز، طبعا معروف ان كل السيلز موجوده في الماميليان سيلز فيها اين شانلز على الممبرينز، بس الفكره فكره ان هل هي اكسايتبل ولا لا. يعني ايه اكسايتبل؟ يعني لو في سيجنال الكتريكال سيجنال تقدر يعني ينفع بيحصل لها كوندكشن وبيحصل لها ترانسميشن along the cell from one cell to another cell. بس الاكسايتبيليتي دي عشان تحصل معناها يعني بتتطلب وجود مجموعه من الاين شانلز اللي بتشتغل مع بعض مع بعضها باسلوب زي الاوركسترا، بحيث ان هي تقدر تعمل لنا الكوندكشن بتاع الالكتريكال سيجنال. طبعا الالكتريكال سيجنال زي ما احنا قلنا ان في دي مجرد 1 نيورال سيل، بس طبعا هي جسمنا ما بيبقاش فيه 1 نيورال سيل، بيبقى نيورال سيل بتساينابس على نيورال سيل ثانيه، يعني بترانسميت الانفورميشن لانذر نيورال سيل، وبعد كده ممكن تبقى للافكتور ماسل مثلا لو احنا بنتكلم على على السيستم، على الموفمنت سيستم مثلا. عشان نفهم يعني ايه اكسايتابيليتي وعشان نفهم يعني ايه الكتريكال سيجنال، الالكتريكال سيجنال طبعا زي ما احنا قلنا ان هي بتحصل نتيجه مجموعه من الاين شانلز اللي موجوده على طول النيورون في اماكن محدده. طبعا وايه اللي بيخلي يحصل حاجه اسمها اكسايتيشن، وازاي ان هي بيقدر يحصل كوندكشن للسيجنال دي او ترانسميشن للسيجنال دي بشكل سريع، ده بيحصل نتيجة حاجة اسمها الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال ده هو بالظبط الرياكشن اللي بيحصل نتيجة ان الايون شانلز الموجودة على السيل ممبرين بتاع النيورون اللي شفناه قبل كده، اللي احنا اتكلمنا عليه هنا، الايون شانلز الموجودة هنا بتفتح فتدخل سبيسيفيك ايونز. هنا في الحالة دي بيكون الصوديوم، الصوديوم زي ما احنا شايفين هنا، مع زيادة تركيز الصوديوم داخل النيورون بيحصل ديبولاريزيشن. طبعا بعد كده بيحصل ريبولاريزيشن. طبعا المصطلحات دي ممكن تكون غريبة عندنا، بس مش مهم قوي المعلومة. يعني الآن ممكن نبقى عارفين هيحصل ديبولاريزيشن وريبولاريزيشن، بس معناها ايه المصطلحات دي؟ احنا هنلاحظ بس حاجتين من البداية. الرسمة دي كلها ان جنرال بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على لو هقول معلومه بسيطه، يعني هنا سالب 70 وهنا سالب 55، ايه الكلام ده؟ ده الفولتج. يعني ايه الفولتج هنا؟ الفولتج طب ايه اللي جاب الفولتج للسيلز؟ السيلز طبعا احنا عارفين ان في الكهرباء في الالكتريسيتي العاديه الكرنت بيتنقل من المكان اللي فيه هاير فولتج تو لوور فولتج. النيورال سيل بتشتغل وذ ذا سيم كونسبت. فهنا الفكره هنا ان ليه سالب 70؟ اغلب الماميليان سيلز بيكون الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعها ان الجهد، فرق الجهد حوالين الممبرين بتاعها. يعني ايه فرق الجهد حوالين الممبرين بتاعها؟ اللي هو فرق الكونسنتريشن بتاع الايونز اوتسايد وانسايد الخليه بيكون هو بيكون سالب 70. ده معناه ايه؟ ده معناه ان السيل ممكن لو التشانلز فتحت ان البوزيتيف ايونز هتقدر تدخل اسرع من النيجاتيف ايونز. فبالتالي هنا في بعض الانسيدنسز اللي بيحصل فيها طبعا ان في بعض التشانلز بتكون فاتحه او بتفتح مثلا، بس بتدخل كرنتس قليله جدا من الايونز اللي هي زي البوزيتيف ايونز، اللي بالتالي ممكن ما تديناش كرنت عالي جدا، فبالتالي تدينا الايفكتس البسيطه دي. لكن لو وصلنا لكرنت معين بيكون قوي جدا ويقدر يعدي الثريشولد ده، فمن هنا الثريشولد ده بتبدا للشانل الصوديوم شانلز تفتح بشكل سريع جدا. فما تفتح بشكل سريع جدا بتدخل كميه كبيره جدا من الصوديوم ايونز. فدخول الصوديوم ايونز ديت طبعا هو اللي بيعمل حاجه اسمها الديبولاريزيشن. يعني ايه ديبولاريزيشن؟ بيغير لنا اللي هو ريستنج ممبرين بوتنشال اللي هو عند سالب 70 ده بيرتفع لانه يعدي الثريشولد ويمكن يوصل لسالب 30 وسالب 20، وممكن يوصل لغايه بلس 40. بلس 40 طبعا عشان الصوديوم شانلز هنا بتبدا تقفل عند المرحله دي.
المهم المعلومة اللي أنا عايز أقولها هنا، طبعا ده الشكل اللي بيحصل، لكن هنا المعلومة اللي أنا عايز أقولها هنا إن طبعا الأكشن بوتنشال طبعا هو ده التناغم، بيوصف التناغم ما بين الديفرنت أيون شانلز اللي موجودة على الممبرين من بره على الممبرين بتاع النيورال سيل، وبالتالي هو ده اللي بيساعد إن يحصل سبيد كوندكشن للإلكتريكال سيجنال. الرسمه الثانيه هنا مجرد حاجه بتوضح بس الفكره ان الاكشن بوتنشال ده مش مجرد ان ايون شانلز بس، صوديوم شانلز بتفتح خلاص، هي مش بتفتح كلها مره واحده، هي بتفتح مثلا هتلاقي هنا بيقول لك هنا ايه صوديوم شانلز اوبن مور صوديوم شانلز اوبن، وهنا بعد كده الصوديوم شانلز بتقفل. بس هنا برضو على فكره برضو دي معلومه ان كل الصوديوم شانلز اللي موجوده اللي بتفتح على طول الكيرف هنا ما هياش كلها نفس النوع، بتبقى انواع مختلفه من الصوديوم شانلز، انواع بتبقى سريعه وانواع بعد كده بتفتح بعدها وانواع بعدها، فبالتالي الموضوع يعني complicated اكتر ما احنا ممكن نشوفه مجرد جراف بسيط. بس الفكره مش هنا، مش مجرد مش هي دي القضيه ان احنا نفهم ان النيورال سيل من اهم الخصائص بتاعتها ان هي excitable نتيجه وجود مجموعه من الايون شانلز اللي بتسهل دخول مجموعه من الايون زي الصوديوم اللي بيعمل الديبولاريزيشن للممبرين، فبيعلي الممبرين بوتنشال، فلما بيعلى الممبرين بوتنشال ده بيخلي ان بقيه التشانلز اصلا تفتح، لان في لو حتى الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعنا عند سالب 70 بقيه التشانلز الموجوده اللي بتفانكشن وبتكوبريت عشان نعمل الاكشن بوتنشال بتفتح عند ممبرين بوتنشنز مختلفه. فتخيل ان احنا بدانا نعمل ديبولاريزيشن، كل ما بيحصل ديبولاريزيشن كل ما مجموعه جديده من الايون شانلز بتفتح وبتاكت هنا. فايده ده ايه؟ طبعا احنا زي ما قلنا ان احنا فايدته في السبيد بتاع الكوندكشن، يعني اللي هو نقل الالكتريكال سيجنال بشكل سريع جدا على طول النور. أنا عايز بس أشرح الرسمة دي هنا، دي طبعاً رسمة تانية بتورينا حاجة اسمها saltatory conduction of the electrical signal. طبعاً ده نفس الرسمة بتاعت النيورون بس رسمة مختلفة، إن ده السيل بادي ودي هنا وده هنا الأكسون، بس في الحالة دي هنلاحظ إن الأكسون متغطي بغلاف معين، الغلاف ده هو غلاف المايلين، وهنا هتظهر قيمة وتأثير غلاف المايلين. لو لاحظنا ان احنا على طول الاكسون بيحصل طبعا بتبقى موجوده الايونز اللي بيحصل اللي بيدخل من خلالها الصوديوم، بس المشكله ان البروسيس ديت لو حصلت بدون وجود المايلين هتبقى بروسيس مجهده جدا للخليه، مجهده جدا هتخلي الخليه تستهلك طاقه كبيره جدا، وبالتالي كمان الخليه مش هتقدر تنقل النبضه العصبيه على طول الاكسون اللي هو ممتد من الاكسون من السيل بودي الى الاكسون تيرمينال زي ما احنا اللي هو المنطقه دي. فبالتالي هنا فهنا السبيد مهمه جدا، بالاضافه لحاجه معلومه ثانيه مهمه جدا، السبيد هنا اهميتها ايه؟ احنا عندنا هنا حد فينا فكر مره هو بياخد وقت قد ايه على ما يفكر في حاجه وينفذها؟ يعني مثلا انا عايز اقوم اقف مثلا، الموضوع ده بياخد مني وقت قد ايه؟ بياخد وقت ما فيش ملي سكندز، وقت بسيط جدا. فبالتالي هنا السبيد مهمه جدا، بالتالي المايلين شيث مهم جدا لان هو بيحسن مساله الكوندكشن او السبيد بتاع الالكتريكال سيجنال ترانسميشن. الفكره هنا على طول الاكشن، بس هنا الفكره ايه؟ الفكره ان ليه المايلين شيث مهم ليه؟ لان احنا عندنا الممبرينز بتاعتنا هي اللي بيخلي زي ما قلنا اللي بيخلي الكهرباء تتنقل بسرعه او الكتريكال سيجنال تتنقل بسرعه في السلك، ان السلك جود كوندكتور، ان بتتحرك الالكترونز من اتوم لاتوم 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 بسرعه جدا علشان تقدر تنقل لنا الالكتريكال سيجنال. هنا النيورال سيل الاكسون ده ما هوش جود كوندكتور، ما بيقدرش ينقل الايونز دي بالسرعه دي، فبالتالي احنا علشان نقدر نحسن الكوندكتيفيتي بتاعه الاكسون دوت غطيناه بالايه؟ مش احنا غطيناه طبعا، هو ما بيغطيش الغلاف بتاع المايلين. فكره ان يغطيه غلاف المايلين بيعمل حاجه اسمها ايه؟ بيعلي الريزيستنس بتاعه ايه؟ بتاعه الممبرين، فبيخلي الممبرين
more insulated, فبالتالي يخلي السيجنال ترافل فاستر. هو ده كل الفكرة، بيخلي السيجنال ترافل فاستر along the axon. وبالتالي كمان في نقطة تانية، احنا قلنا كمان النقطة الأولانية ان هو العملية دي عملية مجهدة جدا للخلية، لو كان غلاف المايلين ده مش موجود فبالتالي الخلية هتستنفذ طاقة كبيرة جدا. ليه الخلية هتستنفذ طاقة كبيرة جدا؟ لان احنا لما الصوديوم تشانلز بتفتح طبعا بيدخل الصوديوم، فالصوديوم بيدخل بتركيز كبير، تمام؟ فبيحصل زي ما قلنا قبل كده ديبولاريزيشن. لما انا حاولت اشرح ان بيحصل ديبولاريزيشن، فهي كده يبدا يحصل تاني ريبولاريزيشن، ان تخرج صوديوم يخرج البوتاسيوم، بوتاسيوم اينز. ليه بقى العمليه دي لو اتكررت على طول النيورون هتبقى عمليه مجهده؟ لان عشان نستعيد الحاله الاساسيه تاني للنيورون، في حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، هي اللي معروفه ان احنا كلنا اعتقد سمعناها عنها قبل كده. هي المفروض ان هي بترستور الانيشال كونديشن بتاع السيل، وبترستور الكونسنتريشن بتاعه الايونز اوتسايد وانسايد النيورون، عشان النيورون يبقى اوريدي رياكتيف ويرسبوند للنيكست سيجنالز. يعني هو النيورون ده مش بينقل سيجنال واحده، ده بينقل عشرات وملايين السيجنالز في وقت بسيط جدا، فبالتالي لازم هو يترانسميت السيجنال دي ويبقى ريدي عشان ينقل السيجنال اللي بعدها. فبالتالي الصوديوم بوتاسيوم بامب دي لازم هتبقى شغاله بشكل قوي جدا لو فضل الموفمنتس بتاعه الايونز دي على طول الاكسون. فبالتالي احنا بنقلل كميه، والصوديوم بوتاسيوم بامب بتحتاج كميه كبيره جدا من الاي تي بي علشان تقدر تفانكشن وتقدر تريستور الكونسنتريشن بتاعه الايونز اوتسايد وانسايد النيورونز. فبالتالي لما نغطي جزء كبير جدا من الاكسون زي ما احنا شايفين هنا بالمايلين، يبقى احنا كده بنوفر كميه كبيره جدا من الطاقه للخليه تقدر تستعملها في حاجات تانية مهمه، وبالاضافه ان احنا بنخلي البروسيس از افيشنت از بوسيبل. فبالتالي ده الميزه الاولى. الميزه الثانيه طبعا اللي انا حاولت اقولها ان هي السبيد، فكره ان احنا لما يدخل الصوديوم من هنا زي ما احنا شايفين في الرسمه هنا، ومفروض بيعدي بيمشي في الاتجاه ده اللي هو اتجاه الكوندكشن اللي احنا شايفينه دوت، عشان يوصل في النهايه للساينابس، اللي هي الساينابس دي ممكن تكون على نيورون تاني او ممكن تكون على مصل اللي هي هيحصل فيها كوندكشن، فنبدا نتحرك، فنبدا نقوم، فنبدا نحرك ايدنا مثلا. فبالتالي ده مهم جدا. فكرة السبيد طبعا مهمة جدا. الرسمة دي هنا برضو بتوضح نفس فكرة النيورون، بس هنا في أجزاء من النيورون مكشوفة اللي هي النودو فرامدي، اللي هي بيبقى فيها تكتل للصوديوم والبوتاسيوم تشانلز، وهنا طبعا عندنا المايلينيتد سيجمنتس اللي هي المناطق المغطاة بالمايلين. لأن هنا المناطق المغطاة بالمايلين قلنا بتعلي الريزيستنس بتاعت الاكسون، فبالتالي بتحسن الكوندكتيفيتي بتاعته. ثانيا بنقلل كميه الطاقه المفقوده في الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي المفروض ان هي بتبقى مسؤوله عن الريستوريشن بتاعه الانيشال ستيت بتاعه النيورون قبل الاكشن بوتنشال. فبالتالي احنا بنخلي البروسيس مور افيشنت. هنا برضو لو جينا نبص على الايمج دي بتوضح بمنتهى الوضوح، نفترض ان دي الالكتريكال سيجنال بدات من هنا من السيل بودي، جت اتنقلت من نيورون تاني قبل ده. هنلاحظ الفرق ما بين النيورون المايلينيتد والنيورون اللي هو نون مايلينيتد. هنلاحظ حاجتين، هنلاحظ ان السيجنال هنا مشيت بسرعه جدا، دي معلومه مهمه جدا، مشيت بسرعه جدا. معنى كده هنا في سلتاتوري كونتاكشن، في كونتاكشن سريع جدا للسيجنال، وهنا السيجنال اصلا يعني مش السيجنال هنا ماشيه ببطء اكبر، وكمان السيجنال ما قدرتش توصل لاخر الايه؟ لاخر الاكسون تيرمينال. فهنا المايلين له فائدتين، اولا ان هو بيساعد في السبيد بتاعت الكوندكشن، وفي نفس الوقت ان السيجنال نفسها تتنقل على طول الاكسون. طبعا الموضوع ده بيبقى فيري ريليفنت زي ما انا قلت، لو الواحد فينا فكر ان هو مثلا عايز يقوم يقف ويمشي، تخيل المسافه من البرين لغايه المصل الموجوده في رجلك مسافه طويله جدا، فبالتالي انت محتاج ان السيجنال تمشي بسرعه جدا. وكمان بالاضافه ان السيجنال ممكن تضعف جدا نتيجه لان من غير وجود المايلين بيبقى اسمه باسيف ترانسبورت طبعا للسيجنال، فبالتالي بيحصل ديسيبيشن او بيحصل ضعف في السيجنال على طول الوقت. طبعا عندي سؤال ممكن اسال ولا هو طبعا لا اتفضل اسال. حضرتك بتقول دلوقتي انا عايز اعرف هو ايه تركيب المايلين دوت، يعني ده حمض امين يعني؟ لا كلام ما فيش حمض امين اسمه مايلين.
السؤال ده كويس، بس انا كنت لسه هاجي طبعا للسؤال ده فيما بعد، بس ممكن اقولها دلوقتي بسرعه. المايلين بيتكون من مينلي بيتكون من ليبيدز، وبيتكون من بروتينز، بيتكون من ليبيدز لان هو الشيث نفسه اللي بيتكون. شيث المايلين ده انت لو تلاحظ، لو نرجع تاني للصوره دي، معلش هرجع للصوره دي، هتلاحظ ان هنا ده مثلا غلاف المايلين اللي حوالين الاكسون. انا مش عارف انت شايف الكرسر بتاعي وهو بيتحرك؟ ايوه ايوه شايفها. طيب كويس، ده المايلين شيث اللي حوالين الاكسون، وده لو تلاحظ ان ده السكشن المعمول ده عشان يعمل لك قطاع عرضي فيه، هتلاحظ ان هو عباره عن مجموعه من اللايرز. ده مينلي بيتكون من 70% ليبيد و30% يعني 70% دهون و30% بروتينز. البروتينز دي طبعا ليها فانكشنز كتيره جدا، فانكشن ان هو بتربط ما بين اللايرز دي وبعضها، وبتحافظ عليها انها تكون كومباكت. والمساله الكومباكشن دي انا هتكلم عليها في سلايد جايه، بس يعني يعني هنوضح اهميتها بعد كده. يا ترى النقطه دي وضحت؟ تمام يا دكتور. كان سؤال تاني، حضرتك بتقول ان هو في نون مايلينيتد وفي مايلينيتد نيوروسايت. دلوقتي هو في اصلا في الخلايا في الجسم الطبيعي اصلا خلايا من غير ما من غير مايلين؟ طبعا كل الخلايا متغطيه. لا طبعا لا، الخلايا بس اللي هي الخلايا النيرفس سيستم هي اللي مايلينيتد، مفيش اي خلايا تانية في الجسم مايلينيتد. طب ما ده كده برضه هيدينا سؤال تاني اللي هو، طيب يعني الخلية بتاعت النيرفس سيستم بتبقى مايلينيتد تمام، والنيرفس سيستم بيبقى اخره النخاع الشوكي، وبعد كده بيطلع منه تفرعات تانية للمسلز ولل اللي هي زي دي كل. ايوه تمام. معنى كده ان اللي هي اللي بالازرق ديت مش مايلينيتد مش كده؟ لا كل ده مايلينيتد. ما هو انت، ما هو النقطه دي انا اسف ان انا ما وضحتش النقطه دي. احنا عندنا هتلاحظ من وانا بشرح دلوقتي على الكرسي، هتلاقي عندنا البرين وهتلاقي عندنا السباينال كورد. البرين والسباينال كورد ده اسمه سي ان اس، سنترال نيرفس سيستم. البلو ده، كل البلو ده اسمه بي ان اس، ده برضه بريفرال نيرفس سيستم، ده اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. يعني ده ما زال جهاز عصبي اللي هو البلو ده، كل اللي وصل لكل الماسلز ده. فكل ده مايلينيتد، كل ده مايلينيتد. بس طبعا نعم، امال ايه بقى اللي هو مش مايلينيتد؟ اللي مش مايلينيتد، الفكره الخطوط اللي احنا المرسومه دي اللي انت شايفها، الخطوط دي طبعا فيري سمبليفايد، لان ده نيرف، نيرف كامل، ما هوش مجرد عصب، ده مش عصب واحد، ده نيرف كامل. النيرف كامل بيتكون عباره عن مجموعه كبيره من الخلايا العصبيه مربوطه مع بعضها في حاجه، خلينا نتكلم بالعادي يعني بالكلام عادي، زي كان هو بالظبط ماسوره او كان هو خرطوم بالظبط. فالخرطوم ده موجود جواه خراطيم تانية صغيره بتجمع مجموعات من الاعصاب، بالظبط بيسموها كيبلز، زي عارف زي الكابلات اللي موجوده في سلك الكهرباء. عمرك فتحت سلك كهرباء من جوه؟ هتلاقي سلك الكهرباء من جوه في بعض. وكمان خلينا نتكلم على سلك الكهرباء مثلا بتاع الانترنت مثلا، لان بيبقى سلك من بره انت شايفه سلك واحد، بتيجي تفتحه تلاقيه في خمس اسلاك من جوه، كل سلك لوحده متغلف بغلاف لوحده وجواه تاني يعني خيوط او يعني ميتال، مجموعه من الميتالز مع بعضها. فهو بالظبط بالظبط النيرف بيبقى بالشكل ده. النيورونز اللي بتبقى موجوده جوه في بيسموها الفاسيكلز بقى، اللي موجود جواها النيورونز. انا اسف ان انا ما جبتش صوره بالشكل ده، بس الفكره بقى ان هي النيورونز اللي جوه دي مش كلها بتكون مايلينيتد، بعضها بيكون مايلينيتد بعضها بيكون نون مايلينيتد. وطبعا ده بيكون ايه يعني، بيتوقف على ايه؟ على الوظيفه بتاعت كل واحد. يعني كل واحد واصل لايه؟ واصل لمصل الوظيفه بتاعته، هل هو انهبيشن ولا هل هو اكسايتيشن؟ يعني هل هو المفروض يدي امر ولا يوقف الامر؟ ده الفكره بالظبط. خلاص؟ تمام؟ طيب تمام كده. فاحنا هنا بنتكلم في فكره ان السلتاتوري كوندكشن مهم جدا في السبيدنج، وفي نفس الوقت البروباجيشن بتاع السيجنال، ان السيجنال تفضل قويه على طول الطريق. زي ما احنا قلنا هنا ان السيجنال تفضل قويه على طول الطريق، فتوصل بناء زي ما بدات، توصل بنفس الانتنسيتي ويمكن اعلى، وفي نفس الوقت ان هي كمان توصل بسبيد عاليه جدا. لو ما المايلينيشن مش موجود في اكبر الحالات بيكون ايه، السيجنال بيحصل لها ديسيبيشن، بتضعف جدا او ممكن ما توصلش للاكسون تيرم. دي نقطه. مثال بقى من الامثله اللي انا يعني حاولت اجيب مثال يكون ظريف ويكون ان احنا ممكن نقدر نتخيله. هل حد فينا فكر امتى مثلا لما بيجي يسمع صوت، اما الفكره اللي هو الساوند دايركشن، انا واقف دلوقتي في وسط الشارع وفي عجله فرقعت مثلا في اخر الشارع، العجله قدامي ثلاث شوارع مثلا، فالثلاث شوارع دول يعني العجله العربيه مثلا العجله بتاعتها فرقعت،
في شارع من الثلاث شوارع دول، ازاي انا بعرف ان هي مثلا فرقعت في الشارع اليمين مثلا او الشارع الاولاني مش الثاني ولا الثالث؟ ده حصل ازاي؟ طبعا دي حاجه ما حدش فينا بيفكر فيها، هو بس بيسمع الصوت بيحدد الاتجاه، الاتجاه بيتحدد في دماغنا في مخنا، وبالتالي بنقدر نبص على طول على اتجاه الصوت. هل فكرنا ازاي ده بيحصل؟ الموضوع بمنتهى البساطه ان في فعلا ان طبعا الايرز متصله طبعا في سيستمز معينه جواها، طبعا الدرام والحاجات دي اعتقد كلنا درسناها، الدرام بتاعه الاذن، وبعد كده مرتبطه بمجموعه اللي هي البونز اللي في بعد كده بتعمل ترانسدكشن للسيجنال، بتحول السيجنال بتاعه الصوت من ان هي موجه صوتيه لميكانيكال سيجنال، وبعد كده ميكانيكال سيجنال تتحول لنيورال سيجنال اللي هي الكتريكال سيجنال. بس في النهايه برضو الالكتريكال سيجنالز احنا لو نلاحظ ان احنا لينا ودنين اتنين، فبالتالي ده بيساعدنا على ان احنا ناخد تو انبوتس. كل انبوت لو هنلاحظ هنا، هنلاحظ هنا ان ده مثلا مصدر الصوت، ده الاكزامبل، وهنا على يعني الشخص واقف بالشكل ده، وهنا الصوت حصل في الناحيه دي. فهنلاحظ ان موجه الصوت خدت الوقت ده عشان توصل للليفت اير، وهنا خدت الوقت ده، خدت الطول ده علشان توصل للرايت اير. بس هنا في فرق ما بين الايه، ما بين الطول، يعني المسافه اللي سافرتها السيجنال الويف بتاعت الصوت من الودن يعني للودن دي والودن دي، الفرق في الديستنس ده بيبقى مهم جدا، لان هو احنا عارفين ان الصوت بيترافل في الاير بسبيد واحده مفيش فرق، فبالتالي يبقى معنى كده ان الصوت هيوصل للليفت اير قبل الرايت اير. ازاي ده برضو بيحصل له ترانسليشن جوه النيرفس سيستم بتاعنا؟ طبعا الموضوع بيحصل في سبيسيفيك نيوكليوس. طبعا انا عايز بس اوضح كلمه نيوكليوس ديت او نيوكليوس، فكره البرين بتاعنا اصلا، يعني عشان احنا طبعا عارفين ان كلمه نيوكليس احنا على طول كلنا هنخلطها بفكره النيوكليس اللي موجوده عندنا في السيلز بتاعتنا. عندنا طبعا السيل زي ما احنا قلنا، هرجع معلش ثاني للصوره الاولانيه عشان بس الصوره دي، احنا عارفين ان كلنا كل خليه من خلايانا سواء كانت نيورون او غير نيورون فيها نيوكليس، مش دي النيوكليس اللي انا بتكلم عليها خالص. في النيرفس سيستم لما بيجوا يتكلموا على مثلا الاوديتوري سيستم اللي هو نظام السمع، او على الموفمنت مثلا، او على الفيجن اللي هو الرؤيه مثلا، او اي سيستم من السيستمز دي، احنا عندنا المعلومات بتدخل من العين مثلا، وبعد كده بتدخل من العين اليمين والعين الشمال، والاثنين بيدخلوا مع بعض بيروحوا منطقه معينه، اثنين نيورون طالعين من كل عين بيوصلوا في النهايه لمنطقه معينه. المنطقه دي بيسموها ريلي ستيشن، او منطقه زي ما يقولوا ايه، منطقه تحميل، او منطقه نقل للمعلومات، او منطقه نقل للسيجنال. المنطقه دي بيسموها نيوكليوس. ليه بيسموها نيوكليوس؟ لان بيكون فيها تجمع للخلايا العصبيه، للسوما، او اللي هو الجسم بتاع الخليه العصبيه، اللي هو ده السوما دي، اللي هو الجسم ده اللي هو ده. فهنا هتلاقوا كلمه نيوكليوس، بس كلمه نيوكليوس هنا مش معناها نيوكليوس جوه الخليه، معناها ان هي الستيشن او المحطه اللي بتيجي المعلومات فيها من اماكن مختلفه وتتقابل في المنطقه دي. طبعا لهدف، هنا الهدف هنلاقي هنا، هنركز على الجزء الاولاني من الصوره هنا ده اللي انا سوري، هنركز على الجزء ده من الصوره. هنلاحظ هنا ان ديت الاي دي هنا، دي هنا الايه، نفترض ان دي الليفت اير وديت الايه الرايت اير. طبعا ده المنطقه اللي احنا عاملين فيها القطاع دي، ده في السباينال كورد مش في البرين، لان منطقه التحديد في منطقه تحديد الدايركشن بتاعت الساوند موجوده في موجوده في السباينال كورد، في البونز بالظبط فوق السباينال كورد مباشره. مش ده المهم، المهم فكره ازاي احنا بنحدد الدايركشن بتاع الساوند. هتلاحظوا حاجه، هتلاحظ ان النيورون اللي جاي من اليمين في هنا عندنا ريلي ستيشن اللي هي النيوكليوس دي، ونيورون جاي من الشمال هنا جاي برضو عامل متقابل مع النيورون اللي جاي من اليمين في ريلي ستيشن. هنلاحظ ان هم متقابلين في ثلاث مناطق، هم مش بالضروره ثلاثه، ممكن يكونوا أربعة أو خمسة أو ستة. فكرة إيه؟ إن السبيد، فكرة السبيد، إن الساوند هنا اللي جيم دي اليمين هنا شايف، هنشوف إن هو سافر وإن هو هيتقابل هنا مع الإيه؟ يعني الساوند جيم دي اليمين وجيم الساوند جيم دي اليمين وجيم دي الشمال. الساوند هنا فكرة الفرق في وصول السيجنال من اليمين ووصول السيجنال من الشمال هو ده اللي بيحدد، يعني بيحدد لنا الصوت جاي منين. يعني أنا لو جت السيجنال دلوقتي جت وصلت من هنا، سوري ثانية واحدة، لو السيجنال جت من هنا وجت السيجنال التانية جت من هنا والاثنين اتقابلوا هنا،
يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الايه ان ان السيجنال كانت اسرع ممكن تجي من هنا. انما لو السيجنال لو السيجنال جاء من هنا والسيجنال جاء من هنا والاثنين اتقابلوا هنا، لا يبقى معنى كده ان دي ابطا وان الصوت جاي من هنا. عشان حد ممكن يقول لي ايه، يقول لي يعني مش واخد بالك من حاجه، ان البروجكشن او المنطقه النيورون ده بالفعل اطول بكتير جدا من النيورون ده. اقول لك صح، لان احنا بس الرسمه دي عشان تبسيطا هو رسم لك بس النيورونز اللي عامله سينابسز على بعضها في ناحيه واحده، لكن برضو نفس الشكل ده موجود على نفس النيوكليس دي. يعني الوضع معكوس، يعني معنى كده ان المعلومات اللي جايه من الودنين الاثنين اللي جايه من الاتجاهين بيحصل لهم بيتقابلوا مع بعض في منطقه معينه، بس بناء على سرعه وصولهم في منطقه معينه بيتحدد والله الصوت جاي من الناحيه دي ولا جاي من الناحيه دي، جاي من الناحيه اليمين ولا جاي من الناحيه الشمال. لو الصوت جاي من الناحيه اليمين على طول هبص الناحيه اليمين، لو جاي من الشمال على طول هبص للناحيه الشمال. المعلومه دي الفكره هنا اللي انا بحاول اقولها، ان لو النيورونز دي مش مايلينيتد كمان، تخيل ان احنا هنا بنتكلم في بريسيشن او في دقه رهيبه جدا، فرق يعني بسيط جدا، لان سرعه الصوت اعتقد 340 متر على الثانيه، فالفرق هنا بسيط جدا. فبالتالي ان احنا لو النيورون ده مثلا حصل مشكله في المايلينيشن بتاعه والنيورون ده مايلينيتد كويس، يبقى هيحصل فرق، مش هنقدر نحدد اتجاه الصوت بشكل دقيق. فده اكزامبل جه في دماغي ان احنا ممكن نستعمله كفكره اكزامبل تحديد سرعه تحديد اتجاه الصوت واهميه المايل. طبعا لو ركزت كمان في كلامي هتلاقي حاجه ثانيه، هتلاقي انت عرفت اتجاه الصوت، انت محرك يا اما حركت على طول راسك وبصيت ناحيه اتجاه الصوت. الفكره دي ده في حد ذاته معناه ايه؟ معناه ان في كوردينيشن، او احنا بنقدر ندخل المعلومات اللي جايه لنا. يعني احنا سمعنا صوت بصيت ناحيته، عشان ابص ناحيته دي انا حركت مجموعه من الماسلز موجوده في الرقبه، الماسلز دي عشان تتحرك جالها اوردر من ايه؟ من نيورونز ثانيه موجوده في الموتور كورتكس، او اللي هو القشره العصبيه الموجوده في المخ اللي مسؤوله عن حركه العضلات بتاعه الرقبه. وده معناه ايه؟ معناه ان السبيد، ان سرعه وصول المعلومات في وقت محدد بشكل فعلا فاين تيوند بشكل دقيق بيبقى مهم جدا، علشان احنا نقدر نستجيب للمؤثرات الخارجيه، ده مهم جدا 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 يعني. فبالتالي المايلينيشن بيلعب دور مهم قوي 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 في الموضوع. الحاجه الثانيه طبعا من ضمن الحاجات السبيد بتاعه واهميه المايلين، زي ما قلت مش مجرد السبيد بتاعه الكوندكشن بس، ومش مجرد كمان ان احنا نضمن وصول السيجنال، فكره كمان الفاين تيونينج، ان السيجنال توصل في الميعاد المحدد ليها في الوقت المحدد ليها، علشان نقدر نوصل لرد الفعل المطلوب اللي احنا بنقدر نحسه لما بيحصل حاجه حوالينا. فده مهم جدا. كمان هو اتضح ان بعد كده في بعض الابحاث الثانيه قالت ان مهم جدا في مساله التعلم. يعني احنا طبعا مساله التعلم اللي هو learning and memory والتذكر، يعني ان احنا نتذكر شيء، التذكر ده والتعلم في ميكانيزمز كتير، في ميكانيزمز كتيره جدا معروفه ان هي بتبقى مسؤوله عن learning and memory، دي معروفه جدا على مستوى السينابسز. لكن على مستوى المايلين برضو فكره ان في بعض النيورونز لقوها ما بتبقاش مايلينيتد، وبعد ما الشخص او الانيمال اللي بيعملوا عليه التجربه بيتعلم وظيفه معينه او فانكشن معينه او حاجه معينه، بيلاقوا النيورونز دي المايلينيشن بتاعها بيبدا يتغير، بيبدا يزيد ويتحسن. فده معناه ايه؟ ده معناه ان هي كمان ان شوانسل سوري او الاوليجودندروسايتس الخلايا اللي بتعمل المايلين بتستجيب بشكل رائع جدا في مساله الايه الليرنينج ميموري، وليها دور مهم جدا. طبعا خدت وقت طويل معلش، همشي بسرعه في الجزء اللي جاي، ان هو احنا طبعا اتكلمنا عن المايلين واهميته في نقل الالكتريكال سيجنال. طبعا لما احنا عارفين ان هو مهم المايلين بالشكل ده، في مجموعه من الديزيزز طبعا هي بيسموها دي مايلينيتنج ديزيز. طب ايه المشكله؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل لو المايلين ده مش موجود؟ ان جنرال كده الدي مايلينيتنج ديزيز دي طبعا هي الديزيز اللي بيحصل فيها دامج للمايلين، ان كلاف المايلين ده يا اما يحصل مشكله في تكوينه من الاساس، يا اما هو نفسه يحصل عليه اتاك من خلايا ثانيه تدمره، او انه يحصل فيه مشاكل. مثلا احنا قلنا ان هو بيجي انا مش سامع. الو اتفضل يا دكتور بعد بس المايك. اولا انا عايز اسال سؤال. الفكره هنا
ان الفكره هنا زي ما قلنا ان الديفينيشن بالظبط. انا بنزل قاعده كتير. احمد تقفل المايك بتاعه معلش. الاستاذ عصام اتفضل يا دكتور. فالفكره هنا ان احنا الفكره زي ما احنا زي ما قلت ان هو يا اما ان المايلين نفسه ما يتكونش من الاساس، يا اما خلايا معينه تيجي تعمل عليه اتاك ويبدا المايلين يحصل له ديجريديشن. فبالتالي النيرفس سيستم زي ما احنا قلنا هيحصل كذا مشكله اللي احنا قلنا عليهم قبل كده. السبيد بتاعه السيجنال هتقل، البرسيشن او الدقه بتاعه سرعه وصول السيجنال هتقل، وفي نفس الوقت كمان في مشاكل كبيره جدا اللي مثلا لو احنا بنتكلم على الموفمنت سيستم، او لو بنتكلم على الماسكيلاتوري سيستم، الماسلز نفسها اللي النيورونز رايحه عليها علشان تديها الاوامر عشان تقدر تنقبض يحصل فيها كونتراكشن علشان نقدر نموف مثلا، الماسلز دي لو النيورونز مش مايلينيتد، اللي النيورونز اللي هي بتبروجكت عليها او كونكتد بيها مش مايلينيتد، بالتالي السيجنالز ما بتوصلهاش بشكل منتظم، فبالتالي الماسلز دي بيحصل فيها ضمور. فبالتالي زي هنلاحظ هنا من السيمبتومز اللي مكتوبه هنا ان هي الموست كومن سيمبتومز طبعا هي ال طبعا الفيجن لوس، الماسل ويكنس، الماسل ستيفنس، والماسل سبازمز، والتشينجز كمان في البلادر وفي الباول وورك، بالاضافه للسنسوري تشينجز. طبعا ده واضح جدا احنا قلنا لانه نتيجه ان كل المشاكل اللي هتحصل نتيجه ضعف وسرعه ودقه انتقال النبضه العصبيه. هنتكلم من الناحيه دي. طبعا الكوزز، طبعا الكوزز ممكن تحصل بحاجات كتيره جدا جدا يعني، فبالتالي ممكن تكون فيروس، ممكن تكون انفلاميشن، ممكن يكون الجينز بتاعتك هي السبب، وده هنشوفه في المرض اللي انا اشتغلت عليه اثناء الدكتوراه، او ممكن يكون دامج للبلاد فيسلز طبعا اللي واصله للبرين. الدامج للبلاد فيسلز اللي واصله للبرين لها حاجتين طبعا، لها تاثيرين. اولا طبعا ما بيوصلش enough nutrients طبعا للسيلز، فبالتالي السيلز بتديجنريت. الحاجه الثانيه ان يحصل دامج للبلاد فيسلز، يحصل اتاك من البريفرال اميون سيستم سيلز زي مثلا التي سيلز على المايلين، فبالتالي يقدر يبدا يحصل له دامج، او كمان ان انت يقدر او الواحد يحصل يعني تجمع دموي في منطقه معينه، فبالتالي يبدا يضغط على المخ، فبالتالي يموت النيورون سيلز في المنطقه دي، فبيعمل حاجه ثانيه اسمها هايبوكسيا، فبالتالي اول اللي هو نقص الاكسجين في الخلايا دي، فتبدا الخلايا دي تموت. من اشهر الامراض الديمالينيتنج ديزيزز هي طبعا المالتيبل سكلروزز، الاكيوت ديسمينيتد انسفالوميلايتس، طبعا شاركوت ماري توث ديزيز، الجي بي اس، النيوروميليتس اوبتيكا. طبعا كل الامراض دي اعتقد اشهرهم خالص هو المالتيبل سكلروزز، واحنا ما اعرفش اذا كان الناس تسمع عنه قبل كده ولا لا، بس هو طبعا هو يعتبر اوتو اميون ديس اوردر، بيحصل فيه اتاك من التي سيلز الموجوده في البريفرال اميون سيستم على النيورونز الموجوده في السي ان اس، سواء كانت في السباينال كورد او في البرين، وبالتالي بتقدر تعمل زي ايه، بتعمل زي تشوينج للمايلين، بتاكل المايلين، وبالتالي بتخلي الاكسونز ما عليهاش المايلين شيث اللي احنا قلناه بكل فوائده، وكمان بيبدا يحصل انفلاميشن في النيورونز، ويبدا بعد كده يحصل بروجريسيف لوس اوف فانكشن، يعني يبدا يحصل فقد الوظائف الحيويه الموجوده في الجسم مع الوقت. طبعا النهارده انا هتكلم معاكم على اللي هو الشاركوت ماري توث ديزيز ده، لان هو ده الديزيز اللي انا اشتغلت عليه اثناء الدكتوراه بتاعتي. وهو طبعا ليه هو ممكن يكون مميز، هو بالظبط بيقولوا عليه التوين بتاع المالتيبل سكلروزز، يعني هو ده بالظبط توأم المالتيبل سكلروزز بس في البريفرال نيرفس سيستم. الزميل اللي سأل طبعا هو على مساله البي ان اس والسي ان اس، هو هنا المعلومه بقى هنا يعني دي معلومه ريليفنت للسؤال بتاعك، ان المالتيبل سكلروزز طبعا ده ديمايلينيت نيوروباثي بيحصل في السي ان اس، التوين بتاعه في البي ان اس في البريفرال نيرفس سيستم هو الشاركوت ماري توث ديزيز. طبعا احنا ليه انترستد فيه؟ كان سؤال بس انا هخش على كله بعديه، هو السؤال ده ايميجريشن شويه بس عايز اسال. دلوقتي الحيوان الكسلان هو بيتحرك ببطء شديد، يعني معنى كده ان السيجنال يعني بتوصل للمسلز بتاعته بشكل ابطا، يعني معنى كده ان النيرف سيستم بتاعه مش مايلينيتد، يعني هو نسبه الخلايا اللي هي مايلينيتد فيها قليله وكده،
وبرضه سلمك بيقول ان هو الذاكره بتاعته ضعيفه، وحضرتك قلت ان المايلينيتد اول مايلين عامه له وظيفه في الذاكره وما الى ذلك، يعني معنى كده برضه ان السمك عامه العادي بتاعه ان هو يبقى مثلا الخلايا اللي هي مسؤوله عن الذاكره بتاعته تي سيل او مش عارف بيسموها ايه في النيرف سيستم صراحه، تبقى مش ما يعني مش مايلينيتد برضه. لا معلش، انا في الجزء الثاني انا سمعته، الجزء الاولاني انا ما سمعتوش. ايه اللي بيمشي بالراحه وعشان كده ايه حيوان الكسلان بيتحرك بالراحه وبيحرك راسه بالراحه والكلام دوت، معنى كده ان السيجنال بتوصل للمسلز بتاعته بشكل ابطا، معنى كده ان النيرفس بتاعه مش مايلينيتد صح؟ لا مش بالضروره، مش بالضروره. انا ما اعرفش بالظبط الحيوان ده بالظبط، انا ما اعرفش المايلينيشن فيه عامل ازاي، يعني ما قريتش عنه عشان اقدر اجاوبك اجابه دقيقه بالظبط، لكن مش ضرورة خالص. انت مش بتشوف ناس في الشارع على فكرة، الموضوع ده يعتبر في جزء سلوكي اكتر من انه جزء فسيولوجي، يعني جزء سلوكي. انت مش احنا كلنا بشر اهو، وفينا ناس اصحاء، كلنا يعني كلنا ممكن يكون في 10 بني ادمين اصحاء، في ناس منهم بتحب تمشي بسرعة جدا، في ناس منهم بتحب تمشي بطيء، عارف كده صح؟ فبالتالي فده جزء ممكن يكون سلوكي، يعني ملوش علاقة بالمايلينيشن او لا. وما اعتقدش انه يكون له علاقه بالمايلينيشن يعني، بس انا اعتقد ان الجزء الاغلب فيه ان هو سلوكي. لكن الجزء الثاني على من سؤالك، مساله السمك ومساله الميموري، احنا مش عايزين نختزل المفاهيم في الحاجات البسيطه. احنا قلنا ايه؟ انا قلت ان المايلين بيلعب دور، كون انه بيلعب دور دي مش معناه ان هو اللي بيقوم بالوظيفه. الميموري والليرنينج، الميموري الليرنينج الليرنينج والميموري عندنا احنا كبشر مسؤول عنهم مناطق مهمه جدا في البرين معروفه اسمها الهيبوكامبس، وليها ستراكشر معين، ومش مش الهيبوكامبس، الهيبوكامبس منطقه ثانيه موجوده في البرين في كورتيكال اريا معينه في البرين. فالارياز دي هي الارياز المسؤوله عن الايه؟ عن الليرنينج الميموري. لكن فكره المايلينيشن ده اللي هو مجرد الغلاف اللي موجود على الخلايا اللي موجوده في المناطق دي في البرين، خد بالك. فانت فكره ان انت عندك، هقول لك على حاجه ثانيه ظريفه، انت عندك الكمبيوتر مثلا، كمبيوتر فيه هارد ديسك، في ممكن يكون انت عندك، خلينا نتكلم ان انت عندك هارد ديسك عليه السوفت وير اللي بيشتغل عليه الكمبيوتر، وفي عندك هارد ديسك تاني انت بتستعمله عشان تسيف عليه المعلومات. لو انت عندك مجرد السوفت وير او الهارد ديسك اللي عليه السوفت وير بس ما عندكش اناف سبيس، اناف منطقه يعني، اناف ميموري او هارد تاني كفايه عشان تسيف عليه معلومات، هتقدر تسيف معلومات جديده؟ لا. ده معناه ايه؟ ان انت في عندك جزء تركيبي ناقص. فممكن يكون السمك ما عندوش الجزء التركيبي اللي هو اللي عندنا، ان احنا ما عندوش الاستراكشر بتاع البرين موجود في الانسان، او موجود في الهاير انيمالز اللي قريبه من الانسان، اللي هي زي المونكيز والشمبانزي والانيمالز دي اللي قريبه للاستراكشر بتاع البرين بتاع، والويلز مثلا الاستراكشر بتاع البرين بتاعها هايلي ديفلوب، فبالتالي بيكون عندها الاستراكشرز اللي بتساعدها على الليرنينج الميموري. لكن اللي انا قلته بالظبط ان هو ان المايلين ممكن يلعب دور في تحسين الذاكره، وليس في الذاكره كلاعب اساسي. خد بالك من قصدي؟ بالظبط. هنتكلم بقى هنا عن الشاركوت ماري توز ديزيز. الشاركوت ماري توز ديزيز ده واحد من النيوروباثيز الموجوده في البريفرال نيرف سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي. وده ياخدنا للسلايد ديت اللي انا بحاول برضه، هنرجع تاني للنيورال سيل، بس هنلاحظ هنا حاجه، هنلاحظ ان دي برضه نفس النيورال سيل اللي شرحناها في الاول وفيها الاكشن بتاعها، بس في النهايه هنا في الحاله دي عشان احنا بنتكلم على ديزيز اللي هو الشاركوت ماري توز ديزيز، ده موفمنت ديس اوردر ديزيز، ده ديزيز بيأثر على الموفمنت او بيأثر على العضلات، مش مجرد الموفمنت، بيأثر على كل الحاجات اللي العضلات بتلعب فيها دور. فبالتالي هنا عندنا نيورون في النهايه بيبروجكت على مصل. فاحنا اللي احنا لو اي حد فينا فكر زي ما قلنا ان احنا لما بنفكر عشان نحرك ايدنا مثلا، دي عباره عن حركه مصل معينه بتنقبض بنحرك ايدينا. عشان ده يحصل ايه؟ ان السيجنال لازم تتنقل من السيلبا دي، لازم تتنقل على طول الاكسون وتوصل للمصل، فالمصل تحصل فيها كونتراكشن. ده الفكره بمنتهى البساطه. فبالتالي النيرف كونكشن فيلوسيتي مهمه جدا 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 هنا علشان ان تتنقل السيجنال زي ما احنا قلنا بشكل سريع جدا للمصل، فتستجيب بالشكل السريع وبالشكل الدقيق اللي احنا قلناه في تناغم مع كل وبقيه العضلات والاعصاب الاخرى اللي موجوده في, 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 في يعني دراعنا ده في حد ذاته. انت لو تلاحظ ان انت عندك مجموعه عضلات موجوده، الترايسبس والبايسبس، واحده فوق وواحده تحت، وكل واحده فيهم بتشتغل بشكل معين لما عشان بس انت تفرد ايدك او تضمها.
فبالتالي واحده بيحصل فيها ريلاكسيشن واحده بيحصل فيها كونتراكشن، بمعنى كان في مجموعه اعصاب بتبروجكت او بتانرفيت او بتبقى متصله بالعصب بالعضله اللي هي المصل اللي موجوده الترايسبس والبايسبس، وعضله منهم بتنقبض وعضله منهم بتنبسط، فكل ده لازم يشتغل مع بعض. فالسبيد مهمه جدا وقوه السيجنال في حد ذاتها مهمه جدا. نتخيل لو المايلين اللي هو الغلاف المايلين المتكون اللي موجود حوالين النيورون ده راح اختفى، بالتالي السيجنال مش هتوصل لا بالقوه ولا وممكن ما توصلش نفسها اصلا نتيجه انها يعني تضعف يعني. الحاجه الثانيه هنا الحاجه الثانيه طبعا الديزيز طبعا اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الشاركوت ماري دوز ديزيز، ده هو مرض جيني، هو من الامراض الجينيه الوراثيه. طبعا احنا قلنا ان دي مالينيتنج ديس اوردرز ممكن يكون سبب من اسبابها هو يكون سبب جيني. السبب الجيني طبعا عندنا في الحاله دي هنا هو عباره يعني قدروا يعرفوه ان هو عباره عن دوبليكيشن او اوفر اكسبريشن لجين معين اسمه بي ام بي 22. مش مهم قوي التفاصيل دي، اهم حاجه ان احنا نفهم ايه هي الفكره، ان هو بس الشيء الغريب طبعا في الديزيز دوت ان هو بالرغم ان هو مرض جيني وان هم عارفين ان هو نتيجه اوفر اكسبريشن لجين معين، لكن اتضح كمان ان هو مش مجرد مرض واحد، ده هو مجموعه كبيره من الامراض بتندرج تحت المسمى بتاع شاركوت ماري تو ديزيز ده. ولذلك هتلاقينا ان احنا بنتكلم على سي ام تي 1 اي. 1 اي ده سب تايب يعني نوع من انواع هذا المرض، بس هو ليه احنا بنشتغل عليه عشان هو اكثرهم شيوعا بس. ده طبعا الاستراكشر بتاع البروتين بتاعه، وده طبعا الايه وده نفس يعني بيحصل الدوبليكيشن ده موجود بيحصل طبعا في الـ في الـ في الـ في الـ في الشوان سيل اللي هي بتعمل المايلينيشن، وبالتالي الامباكت بتاعها بقى طبعا تاثيرها بيكون كبير جدا. انا هحاول بس اعمل اللارجمنت هنا عشان نقدر نشوف الصوره ونشوف التاثير. الفكره هنا بمنتهى البساطه ايه اللي بيعمله المرض ده. انا بس هرجع لصوره معينه عشان كان فيها توضيح كويس للحته دي. هنلاحظ ايه في الصوره دي، يا ريت كلنا نكون خدنا بالنا ان هنا ده الاكسون الاخضر، ده هو الاكسون والغلاف اللي حواليه هو ده المايلين. شايفين الغلاف ده كبير ازاي وفي مجموعه من يعني بيراب او بيلف حوالين الاكسون عدد معين من اللفات. طبعا العدد معين من اللفات ده عدد لازم يكون عدد محدد، مش بيحصل هازارد، مش بطريقه كده يعني مش زي ما تلفه خلاص او زي لا، لازم يوصل لسمك معين. السمك دوت بيكون له علاقه بسمك الايه الخليه العصبيه نفسها، يعني القطاع العرضي في الخليه العصبيه بيوري لك قد ايه. لو هنعتبر الخليه العصبيه دي ماسوره، الماسوره دي قطرها قد ايه، على قد قطر الماسوره دي لازم يكون الغلاف ده يتكون بسمك معين. المعلومه دي ليه ايه لازمتها هنعرفها هنا لما هنرجع تاني للصوره دي. الصوره دي هنلاحظ طبعا زي ما قلت لكم احنا في الصوره اللي فاتت كنا عاملين قطاع عرضي في الايه في النيو في النيرف سوري في الاكسون بالظبط، هو نفس ده نفس الشكل، بس دي صور جايه من انيمالز بقى من انيمال مودلز. يعني هتلاحظوا هنا هنلاحظ هنا ان احنا هنا عملنا ايه التجربه بمنتهى البساطه، مش هندخل في التفاصيل بس عشان ندخل في المعلومه الاساسيه. هنلاحظ ايه هنا، هنلاحظ هنا ان في هنا المنطقه اللي جوه دي هو ده الاكسون، والمنطقه السوداء دي هو ده غلاف الايه ده غلاف المايلين الموجود حوالين الاكسون. هنلاحظ هنا ان الغلاف كويس جدا، وهنلاحظ ان الاكسون الكبير حواليه غلاف كبير والاكسون الصغير حواليه غلاف صغير. يا ريت يكون ده واضح، اتمنى يكون واضح باين من الصوره. هنلاقي هنا بقى على النقيض في الانيمال موديل اللي هو للديزيز دوت ان احنا شايفين ايه، برغم ان الاكسون كبير والا ان الغلاف هنا رفيع جدا، وهنا في بعض الاكسونز ما فيش حواليها غلاف خالص، فدي مشكله كبيره. وفي بعض الاكسونز الثانيه الغلاف عباره عن خيط رفيع جدا من المايلين، وده شيء صعب جدا جدا جدا. الاضافه بقى ان في حاجه لخبطه ثانيه كبيره جدا، ان كمان في بعض الاكسونز الصغيره اللي المفروض يكون الغلاف اللي حواليها صغير، ولكن على العكس الغلاف حواليها كبير جدا، يعني مش متناسب، المفروض يكون اصغر من كده لكن كبير جدا. ده معناه ايه؟ ده معناه ان زياده الجين ده اللي هو بي ام دي 22 ده في ال معلش ان زياده الجين ده خلت ان يحصل، بس مش يعني ان اولا ان الاكسونز الكبيره او اللي هو ده الاكسون عشان بس الناس تبقى معايا، الاكسونز الكبيره اللي الشكل دوت يبقى حواليها الغلاف المايلين ده ضعيف قليل، فبالتالي فكره الانسيوليشن هتقل، فبالتالي السبيدنج بتاع السيجنال هيقل. كمان في بعض الاكسونز اللي هي المفروض ان هي سمول اكسونز المفروض يبقى حواليها الغلاف قليل، اتضح ان الغلاف بدا يزيد بشكل عجيب جدا.
فدي لخبطه كامله جدا في النظام اللي المفروض بتتم بيه العمليه بتاعه المايلينيشن. بالاضافه لحاجه تانية مهمه قوي، هنلاحظ حاجه ان هنا في كل اكسون حواليه ايه؟ حواليه غلاف واحد من المايلين. يا ريت الناس تكون واخده بالها من النقطه دي. في بعض الخلايا سوري في النيرف الثاني، في قطاع ثاني من النيرف برضو بتاع الانيمال اللي هو المصاب بالمرض دوت اللي احنا طبعا عاملينه كانيمال موديل، هنلاقي حاجه غريبه جدا. هنلاقي ان الاكسون هنا حواليه غلاف المايلين، لكن كمان فيه مجموعه من الخلايا شوان سيلز بتيجي تاني تعمل لايرز تانيه حوالين الايه؟ حوالين الاكسون بالشكل ده. طبعا احنا شايفين هنا كذا اكسون لان النيرف زي ما انا قلت بيبقى عامل زي السلك، جواه سلوك تانيه صغيره جواها الاعصاب اللي احنا بنتكلم عليها، فهو ده بالظبط الاعصاب الكتير اللي موجوده جوه النيرف. فبالتالي هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ هنا ان في مجموعه من الخلايا التانيه اللي بتيجي حوالين الايه؟ حوالين اللي هو حواليه المايل. الشكل ده 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 ده, ده بيسموه يعني بيسموه نوع من انواع الايه؟ باثولوجي هالمارك، يعني علامه من علامات المرض، اللي هي مجموعه من الخلايا بتاعت شوان سيل بتحاول تيجي عشان تغلف الاكسون تاني بعد ما تغلف بالرغم ان هو مغلف. ده معناه ان الخلايا نفسها فقدت القدره على التواصل ومش قادره تفهم ان خلاص النيورون ده او النيورون ده خلاص متغلف، انا مش محتاج اتغلف تاني. وده فعلا جزء من ايه؟ من الكونتاكت، او اللي هو الخلايا بتقدر تكونتاكت تيتش اذر علشان تقدر ايه البروسيس دي تحصل. عشان لو هنلاحظ هنا معلومه، هنلاحظ ان هنا كل خليه بتيجي تغلف الاكسون بس، فبالتالي احنا مش محتاجين خليه تانية تيجي حوالين الاكسون عشان تغلفه، فبالتالي احنا محتاجين 1 تو 1 ريليشن شيب. لكن هنا اللي بيحصل وبالتالي في النورمال سيتويشن، في السيتويشن العادي، ان بتيجي خليه تغلف الجزء ده واي خليه تيجي تقرب بيحصل ريبلشن، بتبعدها عن طريق ايه؟ عن طريق مجموعه من البروتينز اللي بتبقى موجوده على السيرفس بتاع الايه؟ بتاع الخليه دي. في هنا طبعا هنا الخلايا فقدت القدره على الايه؟ على التواصل ده. طبعا دي مشكله كبيره جدا، بس طبعا ما كانش حد عارف ايه السبب بتاع ان الخلايا دي فقدت القدره على التواصل بالشكل ده، وبالتالي بتبدا تحاول تيجي ايه؟ تغلف الايه؟ تغلف الاكسون تاني. طبعا ده له تاثير ضار مش تاثير نافع، وهنشوف ده من النتيجه اللي جايه في السلايد الجاي. طبعا علشان بس للاسف هنا في معلومات هنا كانت المفروض تظهر، هحاول اعمل تاني مش عارف. انا بس دي نفس، انا هحاول بس بحاول اعرض عشان الحاجات تبان بالشكل ده، وهرجع تاني للمود التاني. شايفين معايا الصوره؟ الفكره هنا دي ده القطاع العرضي تاني، نفس اللي كنا بنتكلم عليه في الصوره اللي فاتت. بس هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ بس ان هنا عملنا حاجه اسمها كيو ار تي بي سي ار، ده من المعمل اللي انا كنت شغال فيه شغل اتعمل قبل كده، فقدروا بس يوروا ان فعلا في زياده في الاكسبريشن بتاع الجين اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بي ان بي 22. لما جم يعملوا حاجه اسمها الكتروفيسيولوجي، يعني ايه الكتروفيسيولوجي؟ بيقيسوا سرعه النبضه العصبيه. نلاحظ ان هم بيقيسوا سرعه النبضه العصبيه على طول النيرف، يعني ايه؟ على طول الاكسون. فاتضح ان ايه؟ بيحصل بطء في انتقال النبضه العصبيه. طبعا هنلاحظ هنا النبضه العصبيه اللي احنا بندخلها جوه النيرف، ودي اللي بنقيسها على بعد منطقه معينه. لما جينا نعملها في النيرف بتاع الانيمال اللي هو الانيمال موديل ده، لقينا ان فعلا ان المسافه دي بقت اطول، المسافه دي اطول. هتلاحظ ان المسافه هنا المسافه بتتقاس من القمه دي للقمه دي على الطول ده، هنلاحظ المسافه هنا قصيره والمسافه هنا بقت اطول. معنى ان المسافه اطول ان الوقت اطول، مش المسافه اطول، ان الوقت اطول، الوقت اللي خدته السيجنال علشان تظهر اطول، ده معناه ان السيجنال بدات تتنقل ببطء. ده معناه ان المشاكل اللي حصلت على مستوى الهيستولوجي ده، ان هي اللي احنا شايفينه ان غلاف المايلين هنا قل وزاد عند النيورونز الصغيره، وبعض النيورونز ما بقتش مايلينيتد، اثر على سرعه نقل النبضه العصبيه. من هنا ده بيوصلنا للنتيجه اللي ممكن نشوفها مع البيشنتس. دي صور للمرضى ان بيحصل عندهم حاجه اسمها ماسل اتروفي، نتيجه ان الماسلز ما هياش ان المسلز ما بيوصلهاش النبضه العصبيه بالشكل وبالقوه الكافيه وبالسرعه الكافيه، المسلز بتبدا يحصل فيها ضمور وبتبدا تضعف. وكمان غير ان هي الضمور، ان المسل نفسها لما بيحصل ضمور شكل الصوابع نفسه بيتغير، هتلاقيها مشدوده بالشكل ده، فبالتالي الانسداب بيتعارض مع الفانكشن بتاعتها انك تقدر تمسك الحاجه، تقدر تمشي بشكل طبيعي، تقدر تتحرك بشكل طبيعي. طبعا ده بيعمل مشكله كبيره جدا. وطبعا لان الديزيز ده هايلي بريفلنت ديزيز، فبالتالي
الديزيز ده هم طبعا اتس فيري انترستنج ان الناس تقدر تحاول تفهم ايه هي المشاكل اللي فيه. رجع تاني للفيو الفيو التاني للفيو اللي هو اللي احنا كنا شغالين بيه. فكرة بقى ان احنا ايه اول خطوات اللي احنا حاولنا نعملها علشان نقدر نعالج الديزيز ده. طبعا اول حاجه ان احنا حاولنا نعمل حاجه اسمها QRT, يعني نعمل حاجه اسمها RNA-seq. RNA-seq طبعا ده بيعمل analysis للجلوبال RNA اللي موجود جوه الخلايا, يعني وبالتالي بنشوف ايه هي الجينز اللي حصل فيها increase او حصل فيها decrease وهكذا. فبالتالي من ضمن من الجينز دي, من الجينز دي طبعا بتبقى مسؤوله عن انها بتكنترول بروسيسز معينه جوه الخلايا. البروسيس دي طلعت هي الليبيد بايثنسز, وطلع منها يعني سام ديفرنشيشن جينز, منها جين اسمه النيوريجلين اللي هو ان ار جي 1. هنلاحظ لو كلمه ليبيدز اعتقد انها المفروض ان هي ترن معلومه معينه في مخنا دلوقتي, لان احنا زميل اللي سأل في الأول إن إحنا هل المايلين بيتكون من إيه؟ قلنا إن هو بيتكون إيه؟ بيتكون من لي من ليبيدز بالضبط. فبالتالي مادام بيتكون من لي من ليبيدز, لو الليبيد جينز حصل فيها داون ريجوليشن, يعني الاكتبريشن بتاعها قل أو ترانسكريبشن بتاعها قل بشكل كبير, ده معناه إيه؟ ده معناه إن الليبيد بايثنسز نفسه هيقل. ومادام المايلين بيتكون من دي من الليبيدز, فده معنى كده إيه؟ إن المايلين إن تكوين المايلين هيضعف, وده فعلا اللي إحنا شفناه على مستوى الصور اللي إحنا شفناها قبل كده من الإيه؟ من القطاع العرضي بتاع الإيه؟ بتاع النيرف زي ما إحنا شفنا. فبالتالي ده دي حاجة مهمة جدا, ولذلك إحنا كملنا على النقطة دي. بس الحاجه الثانيه فكره اللي هو ايه, معلش ثانيه واحده, اللي هو الديفرنشيشن جين اللي هو نيوريجلين. القصه من نيوريجلين دي قصه كومبليكيتد شويه, بس احنا هنحاول نقولها بشكل سريع, نحاول ان هي نفهمها. كان في شغل من المجموعه بتاعتنا قبل كده اتضح ان الجين ده جين مهم جدا في الديفرنشيشن. يعني ايه؟ يعني الخلايا طبعا, علشان كل خلايا جسمنا في الاول في ساعه ما اجينا بتبقى خلايا بيسموها خلايا جذعيه, بعد كده بيحصل فيها نوع من انواع, بيحصل فيها بروسيس اسمها ديفرنشيشن. يعني ايه ديفرنشيشن؟ الخلايا بتاخد طابع معين, طابع معين نتيجه ان في بعض الجينز بيحصل فيها اكتيفيشن وواحد جينز بيحصل فيها دي اكتيفيشن. عشان ايه؟ عشان تبقى الخليه, بالرغم ان خلايانا كلها ناشئه من خليه واحده في الاساس, لكن بيتكون منها الخليه اللي بتبقى نيورون, والخليه اللي بتبقى خليه جلد, وبتبقى خليه, وبتبقى في عين, وبتبقى عين, وبتبقى شعر, وبتبقى حاجات مختلفه. فده التخصصيه اللي هو الديفرنشيشن, ده نتيجه ان في بروجرامز معينه من الجينز بيحصل لها اكتيفيشن وبروجرامز بيحصل لها دي اكتيفيشن. فمن هنا ده من ضمن الشوان سيل نفسها عشان يحصل لها ديفرنشيشن وتبقى شوان سيل, بيبقى في مجموعه من الجينز المهمه المسؤوله عندها. من الجينز دي او اهمهم هو جين اسمه نيوريجلين. هو طبعا الجين ده بياكتيفيت سبيسيفيك باثويز جوه الخليه, فبالتالي بيخليها يحصل لها ديفرنشيشن. الشغل اللي حصل قبل كده من المعمل عندنا ان لقوا ان بعد ما بيحصل اكيوت انجري, أكيوت إنجري ده يعني إيه؟ يعني إن يحصل حادثة وبعد كده يحصل مثلاً قطع في النيرف مثلاً. فالقطع في النيرف ده يسبب مثلاً إنه يحصل بسم الله الرحمن الرحيم, إن يحصل ديجنريشن في النيورونز, إن النيورون تبدأ تتدمر, فتبدأ الخلايا اللي هي الشوان سيل دي برضو تتدمر. فالفكرة إن هنا لقوا إن بعد الديجنريشن على طول بعد الأكيوت إنجري بيحصل أكتيفيشن للجين ده جوه الخلية عشان يحسن الديفرنشيشن بتاعها تاني. وده بيحصل في وقت قليل جدا علشان يحسن الديفرنشيشن, وله وظيفه جدا في استعاده نمو النيورون تاني. الغريبه بقى ان في الديزيز اللي احنا بنتكلم عليه احنا جينا نعمل برضو نفس الاناليسيس دوت للجين ده عشان نشوفه هو ايه اللي بيحصل فيه, لقيناه بيزيد بشكل مضطرد في اثناء الديزيز ده. طبعا ده شيء مش مفهوم, اذا كان هو وظيفته مهمه وبيعمل وبيحسن مساله الريجنريشن او اعاده النمو, ازاي يكون في المرض؟ بس هنلاحظ حاجه, هنلاحظ ان هنا بيزيد بشكل معين وبيقل بسرعه جدا في تايم ويندو ماتر اوف دايز يعني. لكن هنا هنلاحظ ان دول 90 يوم هو بيزيد بشكل مضطرد, عمال يزيد. يعني معنى كده في uncontrolled increase, مشكله. ايه بقى في معنى, كان السؤال المهم هو ايه تاثير الزياده المضطرده دي على يعني بشكل غريب, مش المفروض يكون زي بالشكل ده. طبعا علشان نقدر نعمل ده دايما في البيولوجي, عشان تقدر تعمل الفانكشن, تعرف الفانكشن بتاعت حاجه تشيلها,
يعني شيلها وشوف السيستم من غيرها او التجربه. لو احنا نتكلم في تجربه، لو بنتكلم على تجربه عاديه، لو احنا عندنا مجموعه 1 2 3 من الفاكتورز مثلا بتشتغل مع بعضها عشان تدي لك نتيجه معينه، عايز تشوف تاثير كل فاكتور منهم، الطريقه البسيطه جدا انك تشيل كل فاكتور، يعني تعمل التجربه عدد من المرات 3 مرات، كل مره تشيل واحد منهم وتشوف انت وتشوف النتيجه هيبقى شكلها ايه، فبالتالي تقدر تشوف تاثير كل واحد من الحاجات دي. احنا هنا قلنا ام سوري هنا رجع تاني للفيو فده نفس الايفكت اللي احنا شفناه قبل كده، اللي هو زي ما قلنا قبل كده ان هو نفس اللي هو الاكسبريشن بتاع الجين اللي هو الزياده المضطرده دي. لما شلنا بقى الجين ده، عملنا انيمال مودلز بس شلنا منها الجين ده، هنلاحظ حاجه مهمه جدا في الشكل اللي انا احنا اللي انا قلت عليه، اللي هو الانيون بالب، اللي هو مجموعه من الاشوان سيلز بتيجي بشكل مش منتظم وتحاول تحيط بالاكسونز اللي اوريدي هي مايلينيتد. هنلاحظ ان هي اختفت هنا لما شلنا الجين ده، وده الكوانتيفيكيشن بتاعها، ده الوايلد تايب سيتويشن اللي هو الانيمال العادي اللي مش مصاب، وبعد كده ده الانيمال المصاب، بعد كده اللي هو الموديل الانيمال موديل، ولما شلنا الجين ده اللي هو فيه زياده مضطرده ده، فبالتالي اختفت بشكل كبير، اختفت تماما الانيون بال. ودي الاول كانت اول مره حد يقدر يعرف ان في جين مسؤول عن ظهور الانيون بال دي، لان هي طبعا من الباثولوجي هال ماركس في الديزيز. الحاجه الثانيه احنا قلنا ان كان في لخبطه كبيره جدا في مساله المايلينيشن اللي هو السمك بتاع غلاف المايلين. هنلاحظ هنا ان الانيمالز ان هي سمول كاليبر اكسونز او الاكسونز اللي هي الصغيره اللي كان حواليها هايبر مايلينيشن، اللي هو مايلينيشن كبير جدا برغم ان هو المفروض يكون قليل عن كده، المايلينيشن بتاعها بقى متوافق مع ايه، مع القطر بتاعها، فبالتالي بقى حسنا الجزء ده من المايلينيشن. لكن ما زال ان الحالات اللي هي فيها ان اللارج كاليبر اكسون او اللارج اكسونز فيها ثين مايلينيشن، لسه فيها ثين مايلينيشن، ما حسنش ده بشكل كبير. فده الحالتين ده معناه ان الجين ده بيلعب دور مهم جدا في مساله الهايبر مايلينيشن اللي احنا شفناه ده، وكمان بشكل دايركت، وكمان في الايه، في بسم الله الرحمن الرحيم، في تكوين الانيون بال اللي هو الاستراكشر اللي هو بيعتبر باثولوجي هال مارك للديزيز ده. معايا؟ الو معاك يا دكتور. هو طبعا كده السورس الوحيد للنيرفس سيلز يعني هو الستيم سيلز، بتبقى ده محوطه الاماكن اللي فيها نيرف سيستم عامه، يعني هي بتبقى محوطه في اي مكان، يعني صح ولا لا؟ مش دايما. هو الستيم سيلز دي احنا كلنا بنعدي مرحله الستيم سيلز دي في البدايه، لكن بعد ما بالخلايا بتتخصص ما بتبقاش ستيم سيلز اني مور. خلاص يعني هي كده، قلت لما حد حصل له حادثه عشان يعوض او حصل له هاتشنج او يعني كاتنج في اللي بيحصل ايه بقى في الحاله دي؟ اللي بيحصل في الحاله دي ان النيورو ان الاشوان سيلز بيحصل حاجه فيها بيحصل فيها حاجه جميله قوي اسمها ايه؟ اسمها دي ديفرنشيشن. يعني ايه دي ديفرنشيشن؟ يعني الخلايا بعد ما قلنا ان هي ديفرنشيتد وفيها جينز معينه وصلتها لحاله معينه تقدر تبقى متخصصه وظيفيا بالشكل ده، ترجع مرات او مراحل معينه في سلم الديفرنشيشن. بعد ما كانت خليه متخصصه جدا، لا ترجع بعض الخطوات الى الوراء، تشبه نوعا ما الستيم سيلز، تشبه نوعا ما لكن هي مش ستيم سيلز، بس بتبقى قربت للستيم سيلز، وتبدا يزيد عددها، تحاول تكتر من عددها تاني، وبعد ما توصل لعدد معين تبدا تحاول يبدا يحصل لها ديفرنشيشن تاني. ودي بروسس قويه جدا والناس شغاله عليها طبعا بشكل قوي جدا عشان تفهمها، عشان تحسن مساله الريجنريشن بتاعت الايه، بتاعت النيورونز وبتاعت المايلين بعد الحوادث. فهمت قصدي؟ عظيم جدا. فده من ضمن الميكانيزمز الهائله جدا طبعا. يعني هو الشوان سيلز ديت هي اللي بتعمل طبقه المايلين بالظبط، هي اللي بتعمل المايلين في البي ان اس، في البريفرال نيرفس سيستم. تمام. في السي ان اس ما بيبقى اسمها حاجه ثانيه. في السي ان اس اسمها اوليجودندروسايتس، انواع ثانيه من الخلايا. بالظبط. بعد كده طبعا احنا عشان هنرجع تاني لفكره المايلين والليبيدز، طبعا زي ما قلنا ان المايلين بيتكون مينلي من ليبيدز، لان هو بيتكون مينلي من ليبيدز. احنا كنا عايزين نشوف كمان على مستوى المايلين، على مستوى الليبيدز ده كمان، هل احنا شفنا على مستوى الجينز قبل كده لما عملنا الاناليسيس ده، لو زي ما انا قلت المستوى الجينز ان الجينز داون ريجيليتد،
لكن هل كمان على مستوى الليبيدز الموجوده في الغلاف فعلا الموجوده في النيربز، هل الليبيدز قليله؟ عملنا فعلا اناليسز ده، قارنا الليبيدز ولقينا فعلا ان الليبيدز اللي موجوده في الانيمال مودلز اللي هي مصابه بالديزيز، طبعا احنا اللي احنا عاملين ان هي لانه انيمال موديل ففي ديزيز، فبالتالي الليبيدز برضو داون ريجليتد او قليله عن الايه عن الوايلد تايب سيتويشن او الانيمالز اللي هي الهيلثي. فبالتالي انا هجامب هنا شويه حاجات عشان بس ننجز عشان الوقت للاسف خدنا وقت طويل. احنا بعد كده بقى حاولنا ان احنا نحاول نشوف اذا كان هينفع ان احنا نقدر نعمل كلتشر سيستم في المعمل يقدر يبقى فيه نفس يدينا نفس النتائج الموجوده في الانيمال مودلز عشان نجرب انواع معينه من الليبيدز ونحاول نعالج بيها. عملت انا بقى الكلتشر ديت، حاولت ان انا يبقى عندنا وايلد تايب كلتشر، دي كلتشر معينه من حاجه اسمها دي ار جي دورزا روت جانجليون نيورونز، نيورونز موجوده معينه في يعني حوالين السباينال كورد بتاعت الانيمالز بتبقى دي امبريوز، فباخدها طبعا واعزلها واعمل منها كلتشر وتعمل لنا النيورونز بالشكل ده. نلاحظ هنا ان انا عامل ستيننج، ده اميونو ستيننج للمايلين شيث اللي موجود على النيورونز. هتلاحظ هنا ان لو مشيت ورا كل خط ممكن تقدر توصل للنيورون، يعني ده نيورون كامل اهوت، وهتلاقي فيه الايه النودز فروم في اي هنا موجوده ظاهره اهيت اللي هي مناطق الفراغات اللي ما بين القطعه دي ظاهره بالشكل ده. طبعا كان ممكن نعمل فيها ستيننج للسوديوم تشانلز وكانت تظهر كمان. طبعا ده الوايلد تايب سيتويشن، هنلاحظ ان السيجمنتس بتاعت المايلين كبيره ومتصله وشكلها كويس جدا. نلاحظ ان في الترانسجينيك سيتويشن اللي هو الانيمال موديل اللي هي النيورونز اللي جايه من الانيمال موديل بتاع الديزيز اللي هي الانيمال المصاب، هنلاقي ان هو قطعه المايلين ديت صغيره طبعا وفي نفس الوقت كمان عددها قليل، فالافشنسي بتاعت المايلينيشن مش كويس. لما عملنا نفس الفكره دي بس على ايام مختلفه، يعني سيبنا الكالتشرز دي ل 8 ايام 10 ايام و12 يوم و14 يوم، القطع اللي هي غلفه المايلين الموجوده حوالين الايه؟ حوالين النيورون بالشكل ده. الفكره طبعا ده اتضح ان معنى كده ان احنا بالظبط قدرنا نريبليكيت او نبقى عندنا سيستم بيوضح نفس اللي بيحصل في الايه في الانيمال مودلز زي ما احنا شفناه من الصور اللي فاتت اللي انا كنت وريتها، احنا كنا اتناقشنا فيها في السلايد اللي قبل كده، السلايدز اللي قبل كده يعني. فبالتالي يبقى احنا عندنا سيستم شغال يقدر لو قدرنا بقى نعالج او نحط ليبيدز للكالتشرز دي ممكن تقدر، هل ممكن تقدر تحسن المايلينيشن؟ وقد كان بالفعل احنا قدرنا نحط فوسفاتيدايل كولين، ده نوع من انواع الفوسفوليبيدز المهمه جدا واللي هي طبعا جزء اساسي من تكوين المايلين شيث، حطيناه في الكالتشرز وبالتالي قدرنا نحسن مش بس يعني مش بس الترانسجينيك طبعا الوايلد تايب، بس الفكره ان الترانسجينيك اللي هي الكالتشرز اللي هي الكالتشرز المصابه قدرت تعمل مايلينيشن بنفس الكفاءه زيها زي الوايلد تايب زي الايه الهيلثي. فبالتالي ده معناه ايه؟ ده بيشير الى ان احنا ممكن نقدر نعالج بالايه؟ بان احنا نسبلمنت وذ ليبيدز، ندي ليبيدز الخلايا لو قدرنا نوفر لها ليبيدز فبالتالي المايلينيشن هيكون احسن. طبعا عملنا تجربة تانية دي بس عشان نقدر نشوف عشان نتأكد مش مجرد التحسين، نشوف فعلا هل الليبيدز بتاعتنا دي اللي احنا حطيناها في الكالتشر قدرت تروح تكون المايلين فعلا. نلاقي هنا ان في الحالة دي عشان نقدر نشوف ده عملنا ايه؟ عملنا الليبيدز بدل ما نعالج بمجرد ليبيدز عادية، في ليبيدز بيبقى عليها فلوروفور معين او بتقدر يحصل لها اكسايتيشن. يعني ايه فلوروفور؟ لو اي حد اشتغل اميونو ستيننج قبل كده هيعرف ان في انتي بودي، والانتي بودي بيبقى مرتبط بكيميكال كومباوند، الكيميكال كومباوند ده اللي هو الفلوروفور اللي بيحصل يقدر ينفع يحصل له اكسايتيشن بويف لينث معين من الضوء فتقدر تشوفه. الفكره هنا ان دي ليبيدز بتبقى كونجيوجيتد مع حاجه اسمها البودي باي، ده فلوريسنت داي، بتبدا يحصل لها اكسايتيشن بسبيسيفيك ويف لينث. فبالتالي احنا لو قدرنا في الكالتشرز نلاقي كولوكاليزيشن ما بين السيجنال بتاعت المايلين والسيجنال بتاعت الليبيدز، يبقى كده هنقدر ايه؟ هنقدر نقول فعلا ان الليبيدز بتاعتنا فعلا دخلت، مش مجرد حسنا العدد بتاع ظهور العدد بتاع المايلين شيث، لكن كمان ان هي دخلت في الاستراكشر والتركيب بتاع المايلين شيث. وده اللي قدرنا نشوفه لو قدرنا نلاحظ مقارنه الايه؟ التو ستريتشز بتاعت المايلين ديت، هنلاحظ ان هنا السيجنال بوزيتيف وهنا السيجنال بوزيتيف، بما معنى كده ان الايه؟ ان الفوسفاتيدايل كولاين بتاعنا دخل فعلا في الاستراكشر بتاع المايلين. طبعا عملنا تجربه ثانيه ان احنا حقنا الفوسفاتيدايل كولاين اللي هو عليه الفلوروفور ده في التيل بتاع انيمال مصاب،
وقدرنا حاولنا نتابعه بعد اسبوع، وخدنا النيرف اللي هو السايتك نيرف، واحد من البريفرال نيرفز يعني، وصورناه علشان نشوف اذا كان برضو المايل الليبيدز اللي احنا حطيناها وصلت للمايلين شيف ولا لا، وصلت للنيرف ولا لا. وفعلا لقينا ان في كولوكاليزيشن ما بين السيجنال بتاعه المايلين شيث، ما بين بتاعه المايلين شيث وما بين اللي هي الفوسفاتيدايل كولاين سيجنال. معنى كده ان الفوسفاتيدايل كولاين وصل، معنى كده ان الفوسفاتيدايل كولاين وصل للمايلين شيث. وبكده قدرنا نكولكت اناف ايفيدنس او ادله كافيه ان احنا لو وفرنا الليبت بشكل معين في البلود ستريم ممكن تقدر توصل للشوان سيل اثناء المايلينيشن وتحسن المايلينيشن. من هنا بقى بدانا بقى نفكر في ان احنا نعمل حاجه اسمها اكسبيرمنتال ثيرابي ترايل. يعني ايه؟ الانيمال مودلز عندنا اللي هي الراتس او المايس اللي موجوده في المعمل، بس طبعا الاستدي دي اتعملت على الراتس. فاحنا قلنا نفكر ان احنا نعمل حاجه اسمها لونج تيرم ثيرابي ترايل، ان احنا مجرد ما الانيمال تتولد نحطهم على يعني نحط لهم فود فيه غني بالايه، غني بالليثتين. الليثتين ده بيبقى يعني enriched بالفوسفوليبيدز، different types of phospholipids، مش بس فوسفاتيدايل كولين. فبالتالي مع طبعا وسبناهم فتره طويله جدا لغايه 112 يوم، بقى عمرهم 112 يوم. واثناء الوقت ده احنا كنا بنعمل لهم حاجه اسمها فينوتايبنج. بنعمل فينوتايبنج عن طريق ايه؟ عن طريق تيست معين اسمه جريب سترينث. ده اول حاجه. جريب سترينث ده بتخلي الانيمال يمسك بار كده حديد، وهو المفروض الانيمال يشده بشكل معين. فالانيمال ده معناه ايه؟ ده معناه ان الماسلز بتاعت الانيمال بقت قويه بشكل معين، فبالتالي قوه الماسل دليل على ان النيورونز اشتغلت بشكل جيد، فبالتالي قدرت ايه تحسن الفانكشن اللي هي الموفمنت فانكشن. فبالتالي فعلا لقينا ان مع زياده التركيز اللي هتلاحظ هنا اللي هو 0.3% او 3% من الفوسفاتيدايل كولاين موجود في الفود في الـ في الـ في, الـ في الفود اللي احنا حطيناه للانيمال، مع زياده الكونسنتريشن في حصل تحسن في وظيفه اللي هي الجريب سترينث دي، القدره على ان الانيمال يمسك البار الحديد ده ويشده بقوه معينه. فبالتالي ده دليل على تحسن المصل، ان المصل ما حصلش فيها مصل اتروفي. لو تفتكروا من الصوره اللي انا وريتها ان هنا بالنسبه للبيشنتس كان بيحصل عندهم مصل اتروفي في ايديهم وفي رجليهم. فهنا ان تحسن الجريب سترينث عند الانيمالز بالشكل ده دليل على تحسن المصلز بتاعتهم. فبالتالي احنا قدرنا نحافظ على المصلز، فالمايلينيشن اكيد اتحسن، بس لسه هنشوف دليل تاني على تحسن المايلينيشن. الحاجة التانية، لو تفتكروا ان في الصورة الاولانية لما رجعنا هنا كنا بنتكلم على الانيمال موديل، وقلنا ان ايه فكرة الالكتروفيسيولوجي وازاي سرعة انتقال النبضة العصبية. في الوايلد تايب الليتنسي اللي هي المسافة او الوقت، التأخر في الوقت ما بين السيجنال اللي انت بتعمل لها انجكشن او بتعمل لها اليسيتيشن في النيرف وبتقدر تكل يعني تعمل لها كولكشن عند نقطة تانية، الوقت هنا سريع جدا. فبالتالي معنى كده ان السيجنال بتنقل بسرعه جدا. هنا في الديزيز في حاله المرض، في حاله اللي هو الانيمال موديل، طبعا السيجنال دي بتتنقل ببطء شديد جدا. فالبطء ده معناه ان المايلينيشن مش كويس. هنا لما عملنا التريتمنت بتاعتنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ هنا تاني اهوت، ده زي ما هنشوف ده الكنترول اللي هو الهيلثي كنترول، وهنا الترانسجينيك كنترول اللي هو مش تريتد خالص. هنلاحظ ان الليتنسي هنا برضو المسافه هنا كبيره. شايفين هنا المسافه هنا قليله جدا، يعني المسافه ما بين المكان اللي انا بانجكت فيه السيجنال والمكان اللي انا بقيس فيه وصول السيجنال مسافه بسيطه جدا، يعني السيجنال اتنقلت بسرعه جدا. لكن هنا المسافه بتاعت ظهور السيجنال يعني ظهور السيجنال يعني ده الانجكتد سيجنال وده اللي احنا بنقيسها، فهنلاقي ان المسافه وسعت يعني السيجنال خدت وقت طويل علشان تتنقل. في الحاله دي هتلاحظ اهوت هنا مع تحسين التريتمنت، هتلاقي هنا مع زياده تركيز الفوسفوليبيدز هنلاقي ان السيجنال بتتحسن وكمان السبيد بتاعتها بتتحسن. شوف هنا الشكل بتاع السيجنال، شوف هنا الشكل هنا ديستورتد جدا ازاي. هنا الشكل هنا بدا يتحسن مع بس 0.3%، وهنا الشكل هنا اتحسن جدا مع الزياده اللي هي 3% فوسفوليبيدز. فبالتالي ده معناه ان وكمان بالكوانتيفيكيشن اتضح ان في significant enhancement في ايه في سرعه نقل الايه السيجنال. وكمان في حاجه اسمها الكومباوند اكشن بوتنشال اللي هو قوه الايه قوه انقباض العضل. فبالتالي ده معناه ايه؟ ده معناه ان التريتمنت بتاعتنا قدرت تحسن الفانكشن بشكل قوي جدا.
طبعا علشان زي ما رجعنا قلنا ان كان في مشاكل في مساله ايه، في مساله الايه، مساله المايلينيشن، في في في, في الافشنسي بتاعه المايلينيشن. نلاحظ هنا بقطاع عرضي تاني، ده نفس القطاع العرضي تاني اهوت في النيرف، ودي النيورونز شايفين عباره عن مجموعه من المواسير اهي جنب بعضها، كل نيورون وحواليها غلاف المايلين بتاعه. هنلاحظ ان في حاله اللي هو ترانجينيك كنترول او المريض اللي هو الانيمال موديل للمرض، هنلاحظ ان عدد الاكسونز قليل، يعني في اكسونز اصلا اختفت لانها حصل فيها ضمرت نتيجه ان مفيش المايلين شيث حواليها. دي نقطه. النقطه الثانيه هنلاقي ان في بعضها محل في حواليه غلاف رقيق جدا، ودي حاجه وحشه جدا، دي حاجه مش كويسه عشان طبعا المايلينيشن، عشان السيجنال كوندكشن. بالاضافه انا اسف معلش، بالاضافه لهنا، لان بعد ما حصل بعد ما عملنا تريتمنت باللي هو 3% فوسفوليبيد، هنلاقي ان شكل المايلين اتحسن، عدد المايلينيتد اكسونز كتر، وده فعلا هيظهر هنا من الكوانتيفيكيشن. هنلاقي ان مع شايفين هنا ترانسجينيك كنترول، ده عدد المايلينيتد اكسونز اللي هي الاكسونز اللي حوالي اللي هي مايلينيتد، وهنا زاد عدد المايلينيتد اكسونز بزياده تركيز الايه، الفوسفوليبيدز في الفود اللي احنا حطينا عليه الانيمال. بالاضافه لان بعد كده وان مور ايفيدنس ان احنا بالتريتمنت قدرنا ان احنا ان احنا عزلنا المايلين شيث ده تاني من النيرف وعملنا له اناليسز، قدرنا نلاحظ ان بدات يحصل كوركشن في الليفلز بتاعت الليبيدز المختلفه اللي موجوده في المايلين شيث بعد التريتمنت. ده معناه ان احنا حسنا مستويات الليبيدز في المايلين شيث، مش مجرد بس كمان حسننا المايلينيشن، فده كمان بيحسن الانسيليشن والسيجنال كوندكشن. طبعا ده عملنا تريتمنت طبعا بـ يعني بطريقه ثانيه مختلفه في شورت، حاجه اسمها شورت تيرم تريتمنت، علشان ان احنا نشوف اذا قدرنا نعمل، لان المايلينيشن مين اللي بيحصل افتر بيرث بعد ولاده الانيمالز في ال 20 يوم الاولانيين مينلي، وبعد كده بيبقى يعني بيبقى مور اور ليس ستاتيك. طبعا هو دايناميك، بيحصل فيه زياده او نقص، بس برضه ما بيبقاش، بس مرحله الاكتف مايلينيشن هي بعد الولاده مباشره. فاحنا فكرنا هل لو عملنا يعني عملنا تريتمنت بس في خلال الفتره بتاعت الاكتف مايلينيشن، هل هيبقى الايفكت ظاهر وواضح ومش هنحتاج نعمل تريتمنت او نخلي الانيمالز تفضل تاكل الفود اللي هو غني بالليبيدز ده طول الوقت؟ وقد كان عملنا التريتمنت دي بالفعل، لكن بالرغم ان احنا عند نهايه الوقت ده، عند اللي هو اليوم ال 21، لقينا ان في تحسن حقيقي، لكن مع الوقت لقينا ان الايفكت ده زال. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان التريتمنت ان الانيمالز محتاجه تكون موجوده على الهاي فات دايت او اللي هو الفوسفوليبيد انريتش دايت علشان نقدر نشوف الامباكت بتاعها على المايلينيشن. بس ده يعتبر كده كان سمري للشغل بتاعي. وطبعا بشكر طبعا كل الجروبز اللي انا اشتغلت معاها اثناء الشغل دوت، والحمد لله الشغل ده اتنشر في مجلات كويسه جدا، في نيتشر كوميونيكيشن، 2 بيبرز في نيتشر كوميونيكيشن، وان شاء الله يعني اتمنى ان يكون كلام يعني ما كانش كتير وما كانش موصل، يعني اكون وصلته بشكل مفهوم. يعني يا رب يا دكتور. عندي بس سؤالين، يعني اتفضل. ممكن بس اعرف حضرتك التكنيكس اللي حضرتك اشتغلت عليها، او ممكن يعني نحط لنا لينك البيبر حضرتك، يعني اكيد فيها التكنيكس برضه. طبعا هبعت اللينك، هحط اللينك يعني هحطها لكم دلوقتي هنا، ولا ابعتها عن طريق ايه بالظبط؟ ابعتها لنا لينا واحنا نحطها في الديسكربشن بتاع الفيديو وعلى اليوتيوب. احمد بيكلمني صح؟ يا دكتور احمد. طيب اوكي خلاص يا احمد، ان شاء الله هبعتها لك. تمام خلاص. تمام يا دكتور. اتفضل. مش سامع خالص معلش. هذا كان كنت في البحث دوت، كنت فراديات، كنت بتعالج نقص، وده مش دراج. سامعني؟ امال ايه؟ ده مش كيمو ثيرابي، ده في الايج يوك، في البيض، وموجود في مصادر نباتيه، فده ما هوش كيموثيرابي، ده مجرد مكون غذائي عادي جدا. يعني انت ممكن يكون تلاقيه في مصادر معينه من الاكل اللي انت بتاكله، فده عشان في يعني لو انت كميه الليستنت دوت في الغذاء بتاع الحيوان او بتاع المريض اللي بتتعامل معاه. بالظبط هو في الحيوانات طبعا، لان احنا شغالين على انيمال مودلز، مش شغالين على بني ادمين، فاحنا شغالين على انيمال مودلز.
يعني المرض ده مرض فيزيولوجي بيجي مثلا من نقص الغذاء او نقص عنصر لا مش من نقص الغذاء. انا قلت في الاول ان هو سببه ان في جين معين اهو، هنرجع تاني، في جين معين اهو، ثانيه واحده، في جين اهو اسمه بي ام بي 22، الجين ده بيحصل فيه دوبليكيشن، فالجين ده لما يحصل فيه دوبليكيشن هو اللي بيسبب حدوث المرض ده. طبعا الجين ده لما بيحصل فيه دوبليكيشن فبيزيد كميه البروتين اللي هو البي ام بي 22 اللي هو المنتج من هذا الجين، فبالتالي البروتين ده لما بيزيد بيبدا ياثر على الترانسكريبشنال بروجرام. انا مش عارف انت دارس ايه بس عشان ادخل معاك. نعم دارس ايه؟ جيناتكس. جيناتكس كويس جدا، يعني فاهم طبعا الكلام ده. فالفكره فكره ان هو هو ثاني جدا انا ما حسيتوش هنا، بس الشغل ده هو ده كل الامباكت ده بيعمل، يعني البي ام بي 22 اوفر اكسبريشن ده بيعمل داون ريجيوليشن لكل الترانسكريبشن فاكتورز المهمه اللي بتعمل لك المايلين. الفكره هنا بمنتهى البساطه ان احنا ما دام الشوان سيل مش قادره تنتج المايلين بتاعها اون هير اون، احنا بنحاول ان احنا نوفره لها اثناء مرحله الاكتيف مايلينيشن، فبالتالي تقدر تاخده. هل كان السؤال بقى هل ان هي تقدر فعلا تاخده از بيلدنج بلوك كطوبه، لو احنا افترض انها بتبني حيطه از بيلدنج بلوك كده او كطوبه على طوبه كده وتبدا تبني بيه الايه، تبني بيه المايلين وقد كان فعلا ينفع. الجين لسه في ديبريشن ولسه هو مش شغال، هو اوفر اكسبريشن يعني. بس يعني انا عليك الموضوع من طرف تاني، اما كجين ثيرابي انا ما جيتش جنبه. كلام صح جدا، يعني احنا هنا فعلا بنعالج ايه؟ بنعالج الايفكت مش بنعالج الايه، او بنعالج العرض مش بنعالج الكوز اللي هو السبب الاساسي. بس طبعا يعني الاستوديو اللي احنا عملناها دي طبعا كان ليها اهميه وكل حاجه، بس انت عارف ان مع الوقت بيطلع حلول او اذكى حاجه. ده في اوفر اكسبريشن تمام، مش في حاجه اسمها جين نوك داون او جين سايلنسنج مثلا. فهم عملوا ايه؟ عملوا شورت اوليجونيوكليوتايدز. الاوليجونيوكليوتايدز دي بتمسك في الايه، بتمسك في الجين اللي هو البي ام بي 22، فعملوها ديزاين بشكل معين بحيث ان هي تبقى يحصل لها يعني، وطبعا حطوها في فيروس از فيكتور يعني على اساس ان هو يقدروا يعملوا لها انجكشن مثلا في النيرف بتاع الانيمال وكده. فبالتالي تروح تدخل جوه الشوان سيل وتعمل ايه، ويحصل لها اكسبريشن الشورت اوليجوز دي، يحصل لها اكسبريشن جوه الشوان سيل. فبالتالي تعمل ايه، تعمل انترفيرنس مع الار ان ايه الزياده بتاع البي ام بي 22، فبالتالي يبقى انت كده ايه بتقلل النمبر اوف كابز. فهمت قصدي؟ تمام. بس ده كده ما يبقاش على الجسم كله، يبقى على المنطقه اللي فيها ديفكت بس يعني. بالظبط. بس طبعا مساله ان هو يتعمل على منطقه عشان تبقى مور سبيسيفيك، طبعا في عندك مجموعه من الخيارات اللي انت بتقدر عشان تبقى مور سبيسيفيك. الموضوع ده ممكن نتكلم فيه في مره تانية، بس انا هقوله بسرعه. في عندنا كذا اوبشن. اولا ممكن يبقى الفيكتور الفيروس اللي احنا بنستعمله يكون بيصيب تيشو معين ما بيصيبش بقيه التيشوز، يبقى احنا كده دي سيلكتيفيتي. النقطه الثانيه ان انت ممكن الاوليجوز الشورت اوليجوز اللي انت بتكونها دي ممكن تكون طبعا اكيد هي بتتكون منين، بتتكون من كونستراكت، يعني هيكون عندنا بلازمد مثلا. فالبلازمد ده علشان يحصل له اكسبريشن احنا سوري عشان نعمله ديليفري بنحطه في فيروس مثلا، بنحطه في مايكرو بابلز مثلا، ليبيد مايكرو بابلز. بس الفكره ان هو يحصل له اكسبريشن من سبيسيفيك سيل، بنعمل ايه؟ كل سيل في جسمنا، وده من فكره الدفرنشيشن برضو، بنرجع لنقطه الدفرنشيشن، كل سيل في جسمنا بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز. ترانسكريبشن فاكتورز دي او اسمها سبيسيفيك بروموترز، يعني سيل سبيسيفيك بروموتر. نقوم حاطين نشوف السيل دي ايه هي البروموترز اللي سبيسيفيك ليها، ونقوم حاطينها في الكونستراكت او البلازمت ده. يبقى بالتالي لو حقنا حتى البلازمت ده في كل خلايا الجسم مش هيحصل له اكسبريشن في ولا خليه غير الخليه اللي احنا جايبين منها البروموتر ده. فاهم قصدي؟ تمام. دكتور الجين ثيرابي بالطريقه ديت مش متفعل او مش شغال يعني على حد ادلت او حد خلاص يعني بيبقى ناس على اللي هو
اللي هم الاطفال واللي حاسين الولاده، وعشان بيلحقوا الحاجات دي في مراحل مبكره يعني، عشان هو ان هو يعالج الجسم كله بشكل جيني ده صعب جدا، صح؟ ما هو طبعا انك عشان تعالج الجسم كله بشكل جيني ده صعب جدا، بس انت مش كل الامراض، ما هو انت اذا اردت ان تطاع فامر بما، يعني فامر بما يستطاع. الفكره ان مش ومش ما لا يدرك كله لا يدرك كله، يعني ايه؟ يعني ما هو في امراض طبعا بتكون في الجسم كله في الخلايا كلها، لان هي بس حتى وفي ميوتيشنز طبعا، احنا لو عندنا جيناتيك ميوتيشن هتكون موجوده في خلايانا كلها، بس هي مثلا ايه الامباكت فين؟ الامباكت بتاعها فين؟ في الخليه المتخصصه. يعني مثلا انت مثلا واحد والعياذ بالله عنده مثلا دايابيتس، مش يعني دايابيتس مش مرض خبيث، بس انا اقصد على فرد بس حد عنده دايابيتس نتيجه مثلا يعني جيناتيك ديس اوردر، او حد عنده مثلا مرض زي المرض ده زي اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو السي ان تي ده. المرض ده نتيجه ايه؟ نتيجه جين معين موجود في الخليه بتاعت الشوان سيل، تمام؟ يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ على الشوان سيلز. يبقى احنا مش محتاجين نغيره في جسمه كله، احنا محتاجين نغيره في الشوان سيلز. مثلا هنقول ان البريفرال نيرفس سيستم موجود في جسمنا كله منتشر بشكل ديفيوز، على فرض ان انا عايز مثلا احسن له مثلا الموفمنت مثلا، فانا ممكن اعمل ايه؟ احط ده في السياتيك، اعمل انجكشن للفيروس في الايه؟ في السياتيك نيرف اللي هو الايه؟ النيرف الموجود في الرجلين، فبالتالي يحسن الموفمنت مثلا. ممكن ان انا برضو اعمل برضو فايرال، ما اعملش فايرال بقى، من ضمن الدليفري سيستمز اللي انا حاولت ان انا اقول عليها اسمها برضو اللي هو المايكرو بابلز، اللي هي الليبيد. نعم الليبيد مايكرو بابلز، الليبيد مايكرو بابلز ممكن يحصل لها انجكشن وتخش البلاد ستريم، وممكن دلوقتي تحسن السبيسيفيستي بتاعتها انك على السيرفيس بتاعها تقدر تحط سبيسيفيك بروتينز تكون تانتر اكت مع السبيسيفيك سيل ريسبتورز. انت عند كل سيل في جسمنا، ودي من ضمن الميزات العظيمه للديفرنشيشن، ان عندها سيت اوف سبيسيفيك ريسبتورز موجوده على السيرفيس بتاعها يونيك ليها مختلفه عن بقيه الخلايا، فبالتالي انت تقدر ايه؟ تخلي عندك مجموعه من البروتينز تقدر بس بايند مع الريسبتورز الموجوده على الممبرين او على السيرفيس بتاع الشوان سيل، فبالتالي تحسن السبيسيفيسيتي. فاهم قصدي؟ والدليفري. بس طبعا احنا الموضوع مش بالسهوله دي دلوقتي، طبعا الشغل يعني في شغل كتير جدا جدا شغال في الاتجاهات، ازاي نقدر نعمل سايلنسنج للجينز ديورنج ذا ادلت هود علشان نقدر فعلا نعمل تريتمنت زي ما انت بتقول في المراحل المتاخره دي بعد ما بيكون خلاص الجسم كله ديفرنشيتد، وكمان ازاي نقدر نوصلها بشكل سبيسيفيك للخلايا. ده احنا كلام بنقوله دلوقتي، بس هو كلام يعني بتصرف فيه ملايين وفلوس ومعامل وحاجات، والناس بيحقق فيه نجاح بسيط بيبقى يعني ناس بترفع له القبعه يعني. انا بس كنت عايز اعرف من حضرتك والله، عشان يعني هو انا كنت حضرت السيشن اللي فاتت بتاع الدكتور اشريف، وقالوا في سيشن النهارده الدكتور تامر تقريبا مش عارف، فكنت يعني عايز اعرف حضرتك، فلو في مثلا سي في او اي حاجه يعني، عشان انا يعني او لينكد لين مثلا اكونت حضرتك يعني، عشان تمام انت ممكن تكتب يعني اتابعك واتابع حضرتك يعني لو في شهادات ثانيه قدام، انا تحت امرك وتحت امر اي حد من الزملاء يعني اللي حاضرين او اللي هيقولوا لهم عليهم، يعني انا تحت امركم جميعا يعني. انا لينكد ان برضو بتاعي ممكن اديه لاحمد برضو يعني، وهو يشيله. تمام مفيش مشكله، ان شاء الله الفيديو هينزل، المحاضره تنزل فيها اللينك لانه فعلا برضو البيبرز اللي حضرتك اللي الدكتور اتكلم فيها، بحيث لو اي حد عايز يطلع وحتى عنده اي استفسار يقدر يتواصل مع الدكتور في اي وقت. تمام في حد عنده سؤال ثاني يا جماعه؟ لو في حد عنده سؤال اتفضل. لو سمحت يا دكتور اتفضل. هو حضرتك قلت ان احنا عملنا فيدنج سيستم في ريسسن، وكان ده لمده 121 يوم الفئران اللي هي لسه حديث لسه مولود، تمام كده؟ بالظبط. طيب ليه ما جربناش مثلا ان احنا ندي الريسسن اي في، بحيث ان احنا نتجنب ان هو يحصل له ديجراديشن في الجي تي، او يبقى برضو ان هو هيبقى يعني الكميه كبيره هتوصل في دائره الدم وتقدر توصل بنسبه اكبر من ان هو يتاخد كفيدنج. كلامك سؤال جميل طبعا، محدش يعني يقدر يقول ان السؤال ده فعلا حلو جدا، بس خلي بالك من حاجه، احنا دايما لما بنحاول نعمل تريتمنت بنحاول نقول انه نعمل ايه ده ليست يعني ده ليست انفيسيف واي، واخد بالك؟ اللي هو الطريقه الاكثر ضررا. يعني تخيل ان انا لو ام سوري يعني لو جبتك كل يوم كده، لو انت لا قدر الله يعني ربنا يحميك تعمل حاجه معينه، تخيل انا جبتك كل يوم لمده 121 يوم وحقنتك حقنه. تخيل. تمام، مصدر فكره. فده شيء صعب قوي، صح؟
بالاضافه لحاجه ثانيه، ان احنا الليستين ما هوش يعني هو هو غني جدا بالفوسفوليبيدز، بس هو بيتكون من كذا فوسفوليبيد. الفكره فكره ان احنا صعب انه يبقى يتعمل اي في فورميليشن، دي نقطه. كمان النقطه الثانيه لا مش فكره صعب، فكره ان هو يعني اوكي لو كلامك برضو يعني انا سعيد جدا بسؤالك، لان فعلا صح، ما احنا هنحطه في الفود وهينزل وهيحصل له نوع ما فيه انواع، يحصل ديجريديشن وبعد كده ممكن يحصل يتنقل، مش هيبقى بنفس التركيز لو اديناه اي في. بس هي الفكره فكره ان احنا عايزين نلاقي حل يكون حل ما يكونش انفيسيف ويكون طبيعي وما يكون سهل التطبيق. يعني انت برضو وانت بتفكر انك تعمل ريسيرش من الاول فكر في الحل انه يكون سهل التطبيق. احنا عملنا فكره الاي في لو تاخد بالك في التجربه لما قلت ان احنا حققنا اللي هو الفوسفوديكولين اللي هو عليه البودي باي اللي عليه اللي هو الفلوروفور، حققناه في التيل بتاع في الريد تيل فين، حققناه في الريد تيل فين بتاع الانيمال. وعلشان ايه؟ عشان نعلي الكونسنتريشن. وده كان ايه؟ كان وان انجكشن، وكانت وسبناه لمده اسبوع، وبعد كده جمعنا وبعد كده خدنا النيرف علشان نقدر نشوف ايه، نعمل فيه هيستولوجي عشان نشوف ايه فيه النتائج اللي انا حاولت اوريها لك دي، اللي هي النتائج دي لو انت شايف معايا الشاشه دلوقتي. الفكره ان احنا عملنا التجربه دي. بس لك انت تتخيل ان احنا عشان نعمل التجربه دي في وان انيمال، يعني مش هقول انت طبعا اكيد لما بتتعود على حاجه بتعملها كتير هتقعد تعملها كتير، بس انت عشان بس الفت انتباهك لحاجه، بس انا برضو ده مش السبب اللي احنا ما قررناش ان احنا نعملها. عشان انا عارف مدى الصعوبه اللي حضرتك بتتكلم عليها. انا لا غير كده، معلش غير كده، انا عشان اعمل الاستاد دي تبقى statistically يعني بص يعني statistically good مثلا، كان شغالين على 130 انيمال، انت متخيل 130 رات، فده رقم كبير جدا. وعشان فالعمليه دي اصلا انت كمان في نقطه تانية، عشان تعمل الاكسبيرمنتس دي لازم تاسس لاي مدى الاكسبيرمنت دي مؤثره على الانيمال نفسه. يعني بتعمل ستريس، للرات ولا لا؟ انت المفروض ان انت بتعمل ستريس بالظبط، ما تدخلش فاكتورز تانية ممكن تدمر لك التجربه. فمن ضمنها برضه مساله لو فعلا تاكل اتضح ان هو يقدر يعلي نسبه السيروم، فده معناه ان هو يقدر توصل لشون سيلز، فواي نوت احنا نديها عن طريق الايه الفيدنج، واخد بالك؟ هو بس ده مش معناه ان الطريقه اللي انت فكرت فيها غلط، الطريقه اللي انت فكرت فيها منطقيه، لكن لها ابعاد جانبيه، لها اثار جانبيه اخرى ممكن تاثر على التجربه نفسها، وممكن ما تكونش ترانسليشنالي جود يعني في المستقبل انك تقدر ترانسليتد مع البيشنت يعني. تمام. طب سؤال تاني معلش، هو حضرتك قلت ان هو لازم يكون في خلال 21 يوم اللي هو بعد الولاده مباشره يتم الحقن مش في خلال 21 يوم. انا قلت لك احنا كان عندنا خيارين، يا اما نبدا من يعني نبدا من اول من بعد الولاده اللي هو داي 2 مثلا على طول ونكمل، ده اللي هو كان اللونج تيرم، او ان احنا نعملها من داي 2 ليوم 21. بس اللي اتضح ان اللونج تيرم هي اللي ادتنا نتيجه وفضلت النتيجه موجوده معانا. السؤال بقى لو بدانا مثلا من بعد اليوم 21، هل مش هيبقى في اي نتيجه خالص ولا ما؟ كلامك جميل وسؤالك جميل، لان احنا عملنا ده بالفعل، بس انا ما حطيتوش هنا علشان الطول. يعني احنا عملنا ده بالفعل لان فعلا هل معناها ايه؟ ما هي لها ريليفنس برضو. ما هو انا ده اللي بسال عليه، ان هي قول لي تقصد ايه؟ تقصد ايه من الريليفنت؟ ان هو احنا هنقول بناء عليه ان هو العلاج ده افكتيف في مرحله تكوين المايلين، وبعد كده مش افكتيف، ان بعد ال 21 يوم خلاص ما المايلين اتكون. بس في النقطه اللي انا اقصد بقى، انا اقصد الريليفنس لسؤالك كان ممكن يبقى له كمان معنى ثاني. معنى ثاني ايه؟ ان احنا كنا بنقول لما هنعمل تريتمنت من داي 2 لداي 21، يبقى احنا كده بنتكلم في مرحله الاكتيف مايلينيشن، يعني مرحله الصغر في عمرنا كبشر، يعني اللي هو كبني ادمين، احنا يهمنا في الاخر المرض، احنا هنعالج ازاي المرض في البشر. لكن من بعد يوم 21 فما بعد، احنا بنتكلم في مرحله الادلت، مرحله الادلت هود، خلاص المرض بقى موجود، وهل احنا نقدر نعالج الناس اللي المرض ظهر فيها فعلا؟ ده معنى ريليفنس بتاع النقطه دي، يعني قيمتها العلميه او جدواها من الناحيه دي.
ففعلا احنا كان ده السؤال ده موجود، هل فعلا نقدر نعالج الناس خلاص اللي كبرت والمرض ظهر عليها، وده اللي هم في عمر الفئران من بعد 21 يوم، اللي هم طبعا هم اكيد مش بعد 21 يوم، ممكن يبقوا بعد 3 شهور بس يعني من فتره الاكتيف مايلينيشن يعني. فالفكره ان كان عشان اقول لك النتيجه وهتلاقيها في البيبر ان شاء الله، النتيجه ان فعلا النتيجه ايجابيه، ادتنا نتيجه ايجابيه يعني ادتنا نتيجه ايجابيه، بس برضو كنا محتاجين نسيبهم على الليست يعني، نسيبهم برضو يعني، ما ينفعش ان احنا نشيل ما ينفعش نشيل الليست من الفود يعني، لازم نخليه برضو موجود يعني. كانت مفيده جدا وكانت لها تاثير ايجابي. تمام جدا. وبرضه كمان نعم تحت امر عشان انا سامع حضرتك كان لها يعني معناها ده كمان لها معنى تاني، لها معنى تاني ايه؟ معنى كده ان الشون سيل كمان ستيل مازال بعد مرحله الاكتيف مايلينيشن ممكن تكون مايلين جديد يعني. ده معنى كمان تاني من معاني نتيجه التجربه دي يعني. اولا انت استفدت على مستوى البيشنتس ان انت حسنت الفانكشن والمايلينيشن، وكمان ده معناه ان الشون سيل نفسها تقدر كمان مازال بعد مرحله الاكتيف مايلينيشن دي مازال تقدر تكون مايلين. فده معناه ان مش معناه ان المايلين بس بيتكون بعد الولاده وخلاص، مجرد ما الخلايا حصل فيها مايلينيشن خلاص وقف المايلينيشن مش هيحصل تاني، لا بينفع يحصل كمان في اتليتر ستيجز في المراحل المتاخره يعني. تمام جدا. طب هو حضرتك عندك خطه لما بعد، او يعني في النقطه دي او في المشروع ده بما ان فيه نتائج مبشره يعني؟ لا طبعا، هو طبعا المعمل اللي فيه الشغل للاسف، عشان افهمكم حاجه بقى، المعامل الشغل بيبقى لو انت كملت في المعمل بيبقى تقدر تكمل على المشاريع، لكن انت لو ما كملتش في المعمل ده ورحت معمل تاني الشغل ده بيفضل بيبقى ملكيه للمعهد وملكيه للجامعه، فاهم قصدي؟ انت ما تقدرش تاخد الشغل ده معاك الا اذا كنت في الوقت ده جروب ليدر. بالظبط. انا في الوقت ده كل معمل طبعا ليه شغل خاص بيه او مشاريع هو شغال فيها، انا ما اقدرش اكمل على الشغل ده. بس عشان اقول لك ان الشغل ده مستقبله ايه، طبعا مستقبله ان هو بدا يتطبق بالفعل، لان احنا في هتلاحظ هنا في اخر هنا سلايد في حاجه هنا اسمها سي ام تي نت، والمستشفى هنا ده اللينك يعني، ده اللوجو بتاع المستشفى ومعهد ماكس بلانك، الثلاث مؤسسات دول بيشتغلوا مع بعض دلوقتي علشان يعملوا تطبيق للتريتمنت دي في بيشنتس بالفعل موجودين في المستشفى، وبيدوهم التريتمنت دي بشكل معين وبتركيزات معينه، بيعلوها يعني بيعلوا اللي هو الفوسفوليبيدز في الفود بتاعهم بشكل معين، بحيث ان هم يقدروا يشوفوا الامباكت بتاعها على تحسين الفانكشن عندهم يعني. وطبعا ده بالاضافه لاذر تريتمنت ميثودز يعني، لان زي ما قلت لك ان بدا يظهر في كل يوم بيبقى فيه بيبر جديده بتتكلم عن ميثود جديده او طريقه مختلفه ممكن تبقى افكتيف يعني. تمام، شكرا لحضرتك جدا، وياريت برضه لو في اي وسيله للتواصل مع حضرتك اتفضل. كنت عايز اقول لك على حاجه تانية، انا بالنسبه لي اشتغلت بعد كده، عملت بوست دوك في جامعه تانية واشتغلت على حاجه تانية فيري انترستينج، حاجه اسمها كيميكال بيولوجي، حاجه في الفيلد الكيميكال بيولوجي، حاجه اسمها جيناتيك كود اكسبانشن، وطريقه بديله للليبلنج للبروتينز علشان نقدر نعمل بيها تراكنج للبروتينز جوه اللايف سيل من غير انتي بوديز بطريقه معينه يعني. ودلوقتي حضرتك في جامعه ايه حاليا في البوست دوك؟ انا عملت بوست دوك في جامعه توبينجن في جنوب المانيا، بس دلوقتي هو البوست دوك ده خلص، وانا المفروض ان انا شغال ريسيرشر في مركز القومي للبحوث، بس انا هنا في المانيا في فتره يعني في فتره كده يعني بعمل شغل مع معهد معين، واحتمال ابدا معاهم تاني، بس هشتغل على مور على الميتوكوندريا في نيوروجينيتيف ديس اوردرز. تمام، حضرتك كده تحولت يعني الى حد ما جينيتك شويه. لا مش فكره جيناتكس، هي الفكره ان الفكره يعني بس يعني عشان مش عايز اطول، بس الفكره بمنتهى البساطه ان هو اي شغل عايز تعمله في البيولوجي، مش هقول ان هو بس الجيناتكس جزء اساسي في الشغل. عايز تدرس اي فانكشن، عايز انت لو خدت بالك ان اي حاجه احنا عملناها هنا في الشغل ده هتلاقي ان في انيمال مودلز دي اتعملت عن طريق جيناتيك طبعا مانيبيوليشن. كل الشغل اللي انت بتشتغله طبعا بقيه الشغل اللي احنا عملناه كان مجرد اسسمنت، ار ان اي سي، ار ان اي كيو، ار تي بي سي ار مثلا، ناس سبيك، كل دي اسسمنت وايفالويشن، لكن الجيناتكس طبعا دي حاجه ثانيه. لكن في النهايه في جزء جيناتكس، فانت ما تقدرش تقول ان انا بس ده شغل هيبقى بس جيناتكس، واخد بالك؟ مش بس جيناتكس، هو ميكشر ما بين الجيناتكس والسيل بيولوجي والنيورو ساينس، الحاجات كلها مع بعضها علشان تقدر تانسر كويشن معين.
شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، شكرا جدا، سعيد بالكلام مع حضرتك. لا انا سعيد والله. يا دكتور واحنا بس ممكن يعني يعني نعرف شويه عن حياتك، يعني لو مثلا مفيش وقت ممكن حضرتك مثلا تبعت لنا السي في مع لينكد ان، يعني لو مش هنطلع حضرتك. هو لينكد ان، هو لينكد ان عليه كل حاجه، بس انت عايز تعرف ايه؟ يعني انت لو عايز معلومه مفيده، عايز تعرف معلومه، انا عايز اعرف بس يعني يعني سير حضرتك منين يعني منين. بص الوقت، بص يا اسامه، مش انت اسمك اسامه؟ انا خدت بالي. اسامه. بص يا اسامه، عايز انا بس، انت في الجامعه دلوقتي ولا خلصت ولا عندك ولا عملت؟ انا في سنه رابعه، انا وصلنا اخر سنه. طيب تمام. بص يا اسامه، انت كليه ايه؟ زراعه ولا علوم ولا ايه ظروفك؟ انا زراعه بايوتكنولوجي جينيتكس. ما شاء الله، زي الفل، حاجه جميله جدا. يعني انت بقى جهزت نفسك للسفر للخارج؟ عملت ايلتس، عملت تويفل، عملت الحاجات دي؟ انا حاليا باخد كورس انجليش في الليفل الخامس، بس بصراحه مش في اي، ده في معهد كده بره، يعني بره الجامعه الامريكيه، وبره البريتش كونسل، وبره المعاهد دي كلها حاجه كده يعني عاديه، مش ناوي اكمل فيه الصراحه. انا واقف فيه لحد هنا، وهاخد كورس في اي مكان تاني يعني يكون معتمد شويه. طيب. بعد كده ان شاء الله هاخد الايلتس، بعد كده هبقى تمام. طيب. في الانجليش، اما بعد بس كده عشان بس بقيت الزملاء، عشان انا مستعد ان انا اسمعك والله، واقعد معاك اتكلم معاك كتير، انا ما عنديش مشكله، بس انا طبعا متشكر على المعلومات. انا بس عايز اقول لك على حاجه، هقول لك على اللي انا عملته بس، وانت ممكن تعمل اسرع منه ازاي. بمنتهى البساطه، انا سيري، خط سيري، انا خريج علوم الازهر قسم مايكروبيولوجي كيمستري جامعه الازهر. عملت، كنت جايب الحمد لله تقدير كويس، كنت مرتب على الدفعه، وبعد كده كان ممكن اتعين في الجامعه، وجالي تعين في المركز القومي للبحوث، فرحت اشتغلت في المركز القومي للبحوث، عملت فيه ماجستير مايكروبيولوجي. فكنت شغال مايكروبيولوجي صرف على انت مايكروبيال ايجنتس، يعني من اكتينومايسيتس وكده، لو كنت سمعت عنها اعتقد سمعت عنها يعني. المهم كان يعتبر شغل مينلي مايكروبيولوجي. عملت الماستر ده في مصر، بعدها بمنتهى الامانه حسيت ان انا نشرت بيبر واحده بس، ما حسيتش ان انا عملت حاجه عظيمه يعني. وانا بامانه كنت عايز اسافر بره برضو، وعايز اتعلم حاجه جديده، بس ما كنتش يعني، حاولت في اتجاهات المايكروبيولوجي كتير وكل حاجه، مش عارف، ما كنتش موفق قوي. بس بعد كده سافرت بقى، انا عملت تريننج انترنشيبس، واحده في بلجيكا في بروكسل في معهد اسمه الفي اي بي انستيتيوت، في معمل اسمه ستراكشر بتاع ستراكشر بيولوجي، كانت 6 شهور. وبعد كده عملت سافرت منحه ثانيه 6 شهور ثانيه برضو، كانت في فرنسا، برضو كان معمل مينلي شغال على جيناتكس، بس في المايكروبيولوجي، في البكتيريا وكده يعني. فبعد ما عملت 2 تريننج انترنشيبس ديت، اثناء الوقت ده وانا في اوروبا يعني، عملت، كنت بحاول افتح عيني بقى على الايه، الميتنجز والكونفرنسز والحاجات اللي بتحصل حواليا، واعرف الفيلدز الموجوده والمتاحه. فعرفت بصراحه من وقتها على يعني عن النيورو ساينس. طبعا النيورو ساينس فيلد معروف، بس هو الفكره، فكره ان انا يعني، ان انا هل انا ممكن اعمله، هل ممكن اقدر اجيب منحه فيه، هل ممكن اعمل ايه، من هنا جت الفكره. فكنت بصراحه في الوقت ده كنت بذاكر، وده غلطتي بقى، واللي انا بحاول اقول لك عليه دلوقتي واقول لكم عليه، ان انا اتاخرت، ما خدتش التويفل الا بعد الماجستير، وده غلط. كان المفروض ان انا اخد التويفل من بعد الكليه مباشره، او من وانا في وقتكم دلوقتي على طول، وانا في سنه رابعه كده مثلا. لان انت مجرد ما بتعمل ده تقدر تقدم على بروجرامز كتير هنا جدا في المانيا او في امريكا مثلا، بس اهم حاجه انك تاخد منح يعني. الفكره ان انا كنت ان انت هنا في المانيا، طبعا المانيا مميزه عن غيرها من الدول، ان الدراسه فيها رخيصه، مش هنقول رخيصه يعني بالنسبه لنا احنا كلنا اولاد ناس عاديين، انا بتكلم عن نفسي، فما عندناش فلوس نقدر ندفع التكاليف بتاعه الدراسه، فمحتاجين سكولرشيب. بس في النهايه انك تقدر تعيش كويس وما تبقاش محتاج حاجه لو خدت سكولرشيب. حتى لو احتجت تيجي تدرس بنفسك، لازم تكون تعرف اللغه، سواء انجليش او الماني، بس في المانيا يفضل الالماني عشان تقدر تشتغل جنب الدراسه. طب معايا، سامعني؟ فده مهم جدا بالنسبه لك. المهم نرجع تاني للخط بتاعي، انا بعدها قدمت على كذا سكولارشيب في اماكن كتيره، في امريكا وفي فرنسا وفي بلجيكا نفسها، وفي جامعه تانية في بلجيكا، في المعمل اللي انا كنت فيه، الحمد لله ساعتها ربنا اكرمني بخمس سكولارشيب مره واحده، بعد ما كانش فيه حاجه، سبحان الله جت كده يعني حاجه جامده يعني ساعتها. وقعدت فاضل بقى اروح امريكا ولا استنى، ولا اروح فرنسا ولا اقعد، ولا اروح المانيا ولا استنى في بلجيكا، كانت لخبطه كده يعني صعبه شويه، بس ربنا في النهايه هداني ان انا قعدت فاضل ووازن، قلت خلاص يبقى انا هروح ماكس بلانك، هروح اعمل ايه، اعمل ماسترز وبي اتش دي في برنامج ماكس بلانك ده بتاع النيورو ساينس. وقد كان رحت وعملت ماجستير ودكتوراه
هناك بدأت الماجستير بسكولرشيب من إيراسموس بوندوس، وبعدها عملت البي اتش دي بكونتراكت، يعني شغل بيبقى اسمك انت كبي اتش دي ستودنت بتشتغل في ماكس بلانك انستيتيوت، عندك تو وايز، يا اما يبقى معاك فيلوشيب من الماكس بلانك سوسايتي، يا اما معاك كونتراكت من المعهد اللي انت شغال فيه. انا كان عندي الاثنين في الاول، اشتغلت الاول شويه بفيلوشيب، قدمت على الفيلوشيب وخدتها وقدرت تاخدها وانا هناك، وبعد كده لقيت الكونتراكت احسن فقلبت على الكونتراكت. بس دي معلومه يعني مش مهم، بس انا اقصد دي يعني بقول لك الدنيا مشت ازاي يعني. فالفكره فكره ان يعني ايه، انا اللي انا اقدر انصحكم بيه دلوقتي ان انت مع الكليه تجيب اعلى تقدير ممكن تجيبه، ده اهم حاجه. اتفضل. انا الاول على الدفعه. نعم، انا الاول على الدفعه. ما شاء الله، ده شيء هيساعدك جدا، ده شيء هيساعدك جدا، بس يفرض وقت للموضوع ده ويهتم بيه جدا معايا. اما اي سكولر شيب في اوروبا بتبقى مش فرق توفل او ايلتس، بيبقى توفل. اعتقد في اوروبا مش فرق توفل او ايلتس، بس انا هقول لك على حاجه برضو. يعني فهم الجي ار اي. الجي ار اي ده في امريكا اهم حاجه، بس اهم حاجه بس عشان تكون الدنيا واضحه بالنسبه لكم برضو، لازم من دلوقتي تعرفوا ايه هي انواع المنح اللي انت عايز تقدم عليها. دلوقتي منح الاراسموس مندوس كتيره جدا، لازم تكونوا داخلين على الويب سايت وعارفين المنح بتاعت الاراسموس مندوس والديدلاين بتاعها والاوراق اللي مطلوبه فيها، لازم تكون عارف الحاجات دي. ولازم تكون عارف البرامج، مثلا يعني هنا في المانيا برامج ماكس بلانك تفتح كل سنه في لها اوقات، في حاجات بتفتح في شهر 4، في حاجات بتفتح في شهر 8 او 9، وبتفتح 3 شهور تقبل الابلكيشنز. لازم تاخد بالك من البرامج دي. انا ممكن برضه ابعت لكم اللينك بتاع البرنامج بتاع النيورو ساينس والبرنامج بتاع لينك البرنامج بتاع المولكيولر بيولوجي، وابعت لك اللينكد ان بتاع، ابعت لكم كمان اللينكد ان بتاعي ولينك البيبرز يعني الحاجات دي. ولو في اي حد عايز محتاج سؤال او حاجه زي كده من هذا القبيل، يعني انا يعني يبعت لي على الفيسبوك او على اللينكد ان، وانا على طول ان شاء الله باذن الله مجرد ما بشوف الحاجه لو اقدر اساعد هساعد على طول.